اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اولاد ابراهيم ونيابه عن قناه الكرمه. وهذا البرنامج يقدم تعزيات لجهاز الشرطه المصريه نتيجه الاحداث الداميه التي وقعت بالامس في مدينه القاهره ومدن اخرى. وفي نفس الوقت بنقدم تهنئه لكل الشعب المصري بالاحتفال اليوم بذكرى ثوره 25 يناير، الثوره الشعبيه الرائعه التي تطالب بالحريه والعدالة الاجتماعية. ونتمنى أن مصر تتقدم وتعبر هذه الفترة وأن يتوقف الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين حتى تسود في البلد نعمة السلام والمحبة بين الجميع. أسيس، في البداية أنا أرحب بحضرتك الأسيس نبيل إبراهيم، معانا راعي كنيستنا الإنجيلية المسيحية العربية في أناهايم. أهلا بك أسيس. أهلا وسهلا، شكرا. إيه تعليق حضرتك على الأحداث بالأمس؟ كانت أحزان وألام وضحايا، واليوم في احتفال بعيد ذكرى ثورة 25 يناير. الحقيقة شيء مؤسف جدا أن احنا نشوف التعبير على عدم الموافقة أو الرأي المخالف أن يكون دائما التعبير بطريقة دموية مليئة بالعنف والإرهاب. وإن كان ده بيعبر عن شيء فهو يعبر عن الفلسفة والقناعة الداخلية لكل من يقوم بهذا العمل الإجرامي. فالحقيقة للأسف الشديد تعبير الإخوان المسلمين عمال يبدأ من سيء إلى أسوأ ويزداد عنفا على مر الأيام. وأنا معرفش يعني هل فلسفتهم إن هم لما يعملوا هذا العنف بطريقة مستمرة ويؤذوا الناس الآخرين ده هيخوف الناس ويخليهم ينضموا إلى فلسفتهم. إذا كان ده الهدف فأنا أقول أن ما يحدث اليوم من إرهاب وعنف وقتل للأبرياء بيعمل الحقيقة تأثير ورد فعل عكسي تماما. ففي كل مرة بنرى أسلوب العنف والإرهاب والقتل زي ما بنقول على العمال والبطال، كل هذا إنما بيصور فلسفة الإخوان المسلمين وعقيدتهم وإيمانهم أيا كانت بالعنف، وبيكره الناس أكتر في كل ما هو مرتبط بالإخوان. فأنا أقول أن دائرتهم عن طريق الإرهاب والعنف المستمر بتصغر مش بتكبر، وهم الحقيقة بيؤذوا نفسهم بنفسهم بكل أنواع الإرهاب والتخويف والقتل والعنف اللي هم ماشيين بيه. شيء مؤسف الحقيقة وشيء مضاد لكل التعاليم الإنسانية والدينية في كل مكان في العالم. وده بيذكرني على فكرة بفكر الإخوان أو بقادة الإخوان لما كانوا بيرموا اللوم على المسيحيين ويحاولوا يصوروهم إن هم عندهم أسلحة في الكنائس. بتذكر الحلقة اللي جت على قناة الجزيرة وكان فيها الضيف الدكتور الكبير محمد سليم العوة وبضيافة الأخ أحمد، وبعدين اتكلموا على أساس أن اللي بيحصل في مصر أن الكنائس مليانة أسلحة وأن الأسلحة دي هتوجه للمسلمين المصريين وأن الأقباط دولت بيجهزوا نفسهم للحرب. دلوقتي كشفت الحقيقة مين اللي معاه أسلحة، من مين اللي عنده أسلحة بالظبط كده. اتنين من الأساليب المستخدمة الآن هو العنف والإرهاب والتخويف والكذب. نعم. الحقيقة كل دي عمالة تتفضح في ضوء النور اللي الناس ابتدت تشوفه ويعرفوا حقيقة من هم هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمين. الحقيقة ادعاءات كاذبة وبيحاولوا يبنوا يعني فلسفتهم وسياستهم على الكذب المستمر بالإشاعات والكلام المخلوف البعيد كل البعد عن الحق. يعني ياما اتحرقت كنائس وشفنا عدد الكنائس اللي اتحرقت بالعشرات بل وصلت يمكن إلى المية أو أكثر، حوالي 82 كنيسة اتحرقت. يعني وصلوا قرب المية، وشفنا أن كل الكنائس اللي اتحرقت يا إما حرقوا كتب مقدسة يا إما حرقوا الأثاث والأماكن اللي الناس بتعبد فيها ربنا، ولم يوجد لا خنجر ولا سيف ولا طلقة ولا بندقية ولا خرطوش ولا فرد ولا حتى يعني قنبلة واحدة في زجاجة من زجاجات المولوتوف
الشيء اللي احنا تعودنا ان نراه مرتبط بكل من يدعون انهم من الاخوان المسلمين، وهم الحقيقه ليسوا اخوان لكنهم اعداء للانسانيه والبشريه. وده شيء مؤسف جدا اللي بيحصل، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت بيفضح صورتهم اكتر وبيسيء اليهم اكتر، وده مش الطريق لعلاج المشكله الموجوده. لو في مشكله خلينا نقعد لمائده المفاوضات نتناقش مع بعض، نعبر عن راينا بطريقه محترمه انسانيه، لكن العنف والقتل والارهاب سيؤدي الى امور اصعب والى خساره لكل القضيه السياسيه بتاعتهم اذا كان ليهم قضيه، لكن لن يصل بهم الى اي حل. ده بالعكس هم بيغوصوا زي الواحد حط نفسه او سيارته في طين، وكل ما يدوس على البنزين زياده تغرز اكتر. فهم كل ماذا بطريق عن طريق العنف بيغرزوا اكتر وبيفضحوا ان هم حطوا نفسهم في اطار وفي صوره هيبقى صعب جدا على اي انسان ايا كانت فلسفته ان يصدق ما يقولونه حتى ربما لو كانوا بيقولوا الحق. والنهارده وصلنا لمرحله مع الصدام مع الشرطه والجيش، واصبح دلوقتي قتلى يوميا من جميع الجوانب. يعني انا مش بتكلم بس على الشرطه، لكن بتكلم على كل انسان بيروح ضحيه الاحداث المؤلمه والمؤسفه. واحنا بيحزننا جدا ان احنا نشوف هذه المشاهد، وبيحزننا ان احنا نشوف مصر وهي بتسير في هذا الاتجاه. وانا ارجو ان حتى جهاز الشرطه والجيش يتوقف ويعمل حساباته بطريقه جديده، لكن لا يستمر في اتجاه مواجهه العنف بالعنف، لان زي ما المسيح علمنا والكتاب علمنا ان لا تقاوم الشر بالشر. احنا عايزين نقدم النهارده رساله جديده ان الطريق لحل المشكله سواء في مصر او في سوريا والصدام والالاف اللي بيموتوا الابرياء، او في العراق حتى بين السنه والشيعه، انا بوجه هذا النداء لكل البلاد العربيه اللي بتحدث فيها مثل هذه اعمال العنف والقتل اللي فيها سفك دماء الابرياء ان يتوقفوا عن هذا الفعل. أسيس انا بطلب من حضرتك تقودنا في صلاه في بدايه هذا اللقاء، نصلي من اجل الاحداث في مصر، من اجل الاحداث في سوريا، من اجل الاحداث في العراق، ومن اجل الاحداث في فلسطين، ونطلب ان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يتدخل وينقذ هذه المنطقه من خطر الدمار والارهاب والقتل وسفك الدماء. امين. يا ابانا السماوي، يا مصدر كل حياه ومصدر كل نور، فكل موهبة تامة وكل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عندك أنت أيها الرب الخالق أبي الأنوار. نصلي يا رب أنك تلمس الوضع في بلادنا العربية. نصلي يا رب أنك تأمر بوقف نزيف الدماء في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي فلسطين وفي كل البلاد وفي تونس وفي كل البلاد التي تعاني من الأنشطة الإرهابية التي يدعي أصحابها أنهم يقدمون لك خدمة. اسقط يا رب كل قشور الظلمة، واعطي لرجاء ونور الإنجيل أن يضيء لهؤلاء الذين يعيشون في كورة الموت وظلاله. واخرج يا رب بلادنا والبلاد العربية الأخرى التي تعاني من النزيف وسفك الدماء، من حالة اليأس والفساد والقنوط والإرهاب المستمر، وانقذ أنت أيها الرب الإله هذا الموقف بتدخلك وبحضورك. فإننا نسأل كل هذا في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ولك الكرامة وكل المجد. آمين. النهاردة حبينا نتكلم في موضوع يعالج الأزمة اللي احنا بنشوفها، سميناه الفرح بالرب هو طريق الانتصار. بصراحة التوترات اليومية والأحداث السياسية بتدفع الناس للخوف والاكتئاب، والأزمات الاقتصادية بتدفع الناس للقلق والارتباك. واليوم نشاهد ملايين البشر يعيشون في حالة من الانزعاج والحيرة، وفقد الإنسان سلامه وفرحه بالحياة، رغم أن الفرح من المشاعر المهمة لكيان الإنسان وتكوينه، فكل إنسان يحتاج أن يفرح. وهذا ما دفع كثيرين إلى اختراع وسائل الفرح، منها احتساء الخمر وإدمان المخدرات، حتى يفقد الإنسان اتزانه وينسى همومه ويحاول أن يصل إلى نشوة الفرح. لكن هذا الفرح وقتي ينتهي بزوال المؤثر، لكن هناك فرصة حقيقية ليتمتع الإنسان بالفرح الحقيقي الذي لن ينزع منه، وهو أن يدخل إلى محضر الله الإله الحي الذي خلقنا
والقادر أن يعطينا هذا الفرح. اسمع ما يقوله الكتاب المقدس: اعبدوا الرب بفرح وادخلوا إلى حضرته بترنم، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، التسبيح لائق. هللويا، سبحوا الله. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وما نرى عندما يجتمع الشعب المسيحي للعبادة كل يوم أحد هو يوم فرح حقيقي لكل مؤمن، يرنم ويسبح الله، وتمتلئ حياة العابدين بالفرح، ويخرجوا من الكنائس فرحين. وهذا عكس ما أراه في صلاة إخوتنا المسلمين وعبادتهم. أرى الحزن والخوف والرهبة وعبوسة الوجه. بل ما أزعجني أكثر هو نص الآية القرآنية في سورة القصص 76، حيث يقول الله فيها للمسلمين: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذا تعليم منتشر في المجتمع الإسلامي، ويسلب الإنسان مشاعر مهمة أن يفرح بالله، وخصوصا في وقت العبادة، وينسون أن الفرح أكبر هدايا السماء، والفرح يجعل الروح سائحة في ملكوت الله. ولا فرح إلا أن تعيش مع الله وتبقى روحك معلقة به. لذلك قصدت في هذا اللقاء أن أناقش هذه المفاهيم عن الفرح، وخصوصا الفرح في العبادة الجماهيرية لله، وأن نتطرق إلى الأساليب الخاطئة عن الفرح، ونقدم صورة صحيحة عن الفرح الحقيقي الذي يحتاجه كل إنسان، وطرق الوصول إلى هذا الفرح في محاولة جادة لتشجيع المجتمعات العربية الإسلامية وكل مشاهد مسلم أو مسيحي أن يعيش حياة الفرح الحقيقي من خلال علاقة صحيحة مع الله مصدر كل فرح. ونجد أن في رسالتنا في هذا اليوم، رسالة الفرح، هو أن الفرح قوة للإنسان وهو طريق للانتصار. أسيس، خليني أسأل حضرتك في البداية، عندنا صورة رائعة في الكتاب عن إزاي الناس واجهوا المشكلة أو الأعداء أو الحرب أو القتل بأسلوب مختلف من هم يفرحوا بالرب. احكي لنا بالتفصيل إيه اللي حصل وإيه النتيجة اللي وصلوا إليها. الحقيقة قبل ما أتكلم على حتة الفرح والانتصار والتسبيح والدخول إلى حرب، عايز أقول بس تعليق بسيط. لما بنتكلم عن الفرح، وخصوصا أن بعض الناس ممكن يقولك أنتوا بتتكلموا عن الفرح والدنيا مقلوبة والناس بتموت وكذا، إحنا في نوعين من الفرح. في فرح العالم زي ما أشرت حضرتك في المقدمة، المؤقت المبني على الأحاسيس الخارجية أو المؤثرات البيئية الخارجة عن قلب ومدخل وروح الإنسان ونفسه، ودي لما بتختفي واحد مثلا الفرح أو ما يشبع قلبه هو الفرح، أصله ثمرة القناعة الداخلية. الفرح تعبير خارجي عن رضا داخلي. مش الفرح أن أنا أضحك وابتسم وأقول ها ها أو أصرخ بكلمات تعبر عن فرح فحسب. لا، الفرح ده ثمرة تعبير مشاعر إنسانية عن قناعة، عن سرور، عن رضا داخلي يشبع الإنسان ويعطيه الإحساس بالرضا. أدي الفرح. عشان بس نبقى فاهمين ان احنا مش بنقول الفرح هو مجرد التعبيرات الخارجية. إذن الفرح أساسا قناعة ورضا داخلي يظهر في تعبيرات ومشاعر الوجه أو الحديث أو الكلام أو اتجاه الحياة. ده المفهوم بتاع الفرح. الفرح المؤقت موجود، في فرح مؤقت. البعض بيقول لا مفيش فرح مؤقت، لا في فرح مؤقت، والكتاب المقدس بيقول في سفر أيوب ان فرح الفاجر الى لحظة، لما بيعمل اللي هو عايزه وبيشبع نفسه، لكن مجرد ما بيستفيق من هذه الفعلة ومن تعديه وارتكاب الخطية ضد الله اللي فكر انها ممكن تشبعه، بيعود مرة اخرى الى حياة الكآبة. لكن هناك فرح اخر، هذا الفرح مرتبط بإلهنا الذي يعطي للإنسان الرضا والقناعة، فيقدر واحد زي الرسول بولس الرسول انه في داخل السجن
يكتب رسالة بنسميها ومعروفة لدينا كلنا إنها رسالة الفرح، وهي رسالة فيليبي يكرر فيها كلمة افرحوا وفرح أكثر من 14 مرة، وهذا دليل على أن الفرح ليس مرتبط بالبيئة ولا بما يحيط الإنسان ولا بردود أفعال الآخرين، لكن الفرح هو قناعة داخلية وإحساس بالرضا نتيجة أسباب كثيرة تجعل الإنسان فرحا، بمعنى أنه في حالة الرضا والقبول والهدوء واتجاهه للحياة الاتجاه الإيجابي. دي كده بس مقدمة سريعة عشان نقدر نميز الكلام اللي بنقوله، ولا يظن البعض احنا بنتكلم عن الفرح ان احنا نعمل مظاهر فرح، والمظاهر الفرح دي خارجة عن أمور داخلية في داخل الإنسان. فمن فضلة القلب قال الكتاب يتكلم اللسان، قلبك مليان حزن ومليان هم ومليان شوك ومليان ضيق ومليان تذمر ومليان وجع، عمرك ما هتستمتع بالفرح، والانعكاس بتاع القلب هيبان في كلامك، في تعبيرات وجهك، في تصرفاتك، في معاملاتك مع الآخرين، في احتكاكك بالناس ومدى العنف اللي انت فيه. والإحساس بالفرح الداخلي ده أمر يعطيها الله، والعبادة الحقيقية تقود النفس إلى الفرح، لأنها بتملأ يملأ حضور الله النفس بالرضا، بإحساس أنه قادر يعيش وأن هناك مصالحة وليس عداوة بينه وبين الله، وهذا يظهر في عبادته الحقيقية عندما يدخل إلى الله للعبادة. فمفهومنا عن الله يحدد كيفية وطريقة عبادتنا، لأن طريقة عبادتنا مرتبط بها أحاسيسنا الناتجة عما في القلب من الداخل. يعني إن كان بولس بيتكلم عن الفرح وهو في السجن، ده معناها إن الفرح وسر الرضا الداخلي بتاعه مش نابع من البيئة الخارجية، وإلا ده كان أول واحد المفروض يكون بيبكي وبيلطم. نعم. الشيء الثاني بيكلمنا الكتاب المقدس في أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 عن مؤاب وسعير اللي طلعوا على يهوذا شعب الله، ويهوذا ده كان في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، الاثنين كانوا شعب الله، إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب. فالمملكة بتاعت يهوذا اتهاجمت من مؤاب وسعير وحسوا ان هم ضعاف جدا، ادي حرب وبنتكلم على حرب. فماذا فعل هذا الشعب؟ صرخوا الى الله ولجأوا الى العلي وقالوا له يا رب لسنا نعلم ماذا نفعل، احنا مش عارفين نعمل ايه، احنا عددنا صغير جدا والناس دي جامدة علينا، لكن نحوك اعيننا. وهنا تدخل الله وقال لهم حاجة غريبة جدا، قال لهم بصوا الحرب ليست لكم، انتوا قفوا وانظروا خلاص الرب، انتوا مش تعملوا حاجة، انا اللي هعمل كل حاجة. فالله يتدخل في، لازال يتدخل في شؤون الأرض، وهو ليس منفصلا كما يظن البعض يجلس في السماء والدنيا بتولع على الأرض، لا، الله يعرف، له كل المجد وله القدرة أنه يدير خيوط الأحداث، يغير من يشاء، يرفع من يشاء ويذل من يشاء، يعلي من يشاء وينزل من يشاء. وده اللي شفناه، مين كان يظن أن تأتي نهاية الإخوان المسلمين بهذه الكيفية؟ إنها ترتيب ومؤامرة الله ضد الأشرار، إذا جاز هذا التعبير، لأنه مكتوب مخوف هو الرب في مؤامرة القديسين. أوعى تفكر إن الله اللي خلق الإنسان يعجز أن يفعل ما يريد، سيفعل ما يريد وسيفعل ما يشاء، وهو دائما سيكون ضد فاعل الشر، لأن هذا هو المفهوم الكتابي وهذه هي طبيعة الله. الناس دي وقفوا قدام حرب، ماذا يفعلوا؟ حسوا بالضعف وحسوا بالقلة، لكن جاء الله ووضع أكمنة على الأعداء وانتصر هذا الشعب الضعيف عن طريق مش السيف ومش الخرطوش ومش المدافع الرشاشة ومش الفرد اللي محطوط في الجيب، لا لا لا، لكن حدث انتصار بطريقة مختلفة وعجيبة ومعجزية، أن الله وضع على الأعداء أكمنة فأهلك بعضهم البعض. وكان الشعب كل ما يفعله الشعب والكهنة هو التسبيح لله، ولما بدأوا في التسبيح وضع الله أكمنة على هؤلاء الأعداء، وكانوا بهذه الكيفية في طريق الفشل والاندثار. أشكرك، يعني ده بيذكرني النهاردة باحتفالات الشعب المصري. نعم. بذكرى ثورة 25 يناير، وأنا مبسوط أني شفتهم هم خارجين بالملايين يحتفلوا رغم التهديد. صح.
من أنصار القدس والناس اللي بيهددوا بالقتل والإرهاب، لكن الشعب المصري ما خافش، لكن خرج عشان يحتفل رغم كل المخاوف وبفرح. وأنا النهاردة بقدم فكرة جديدة، إن الفرح هو طريق للانتصار، الفرح هو حاجة جديدة ممكن نستخدمها عشان ننتصر على الحزن وعلى الكآبة وعلى الأحداث الدامية وعلى أمور القتل والإرهاب، ونواجه الكلام ده بالفرح. والكتاب بيعلمنا في حاجات كتيرة، معلش المخرج كان يقدر يورينا بعض الآيات، زي مثلا مزمور 100 عدد 2 لما بيقول اعبدوا الرب بفرح وادخلوا إلى حضرته بترنم. يقصد بيها ايه؟ يعني كاتب المزمور بيشجع الناس ان احنا نعبد الرب بفرح، مش بخوف ولا بحزن ولا بكآبة، لكن بفرح. ايه المقصود بهذه الآية؟ الحقيقة الآية دي تقودنا الى فهم ابعد وصورة أوسع وأكبر من الآية نفسها، وهي ما هو مفهومك عن الإله الذي تعبده؟ نعم. أنت بتعبد مين؟ بتعبد القاتل المخادع اللي واقف بس منتظرك تغلط علشان يقطع رقبتك أو يمسك السيف ويكسر الأعناق؟ لم، هذا ليس الله، لكن هذا كله ضد الله. كل هذه التصرفات وكل هذه الجرائم هي ضد الإنسانية وضد الله ذاته. عشان كده أنا عايز أقول إن العبادة الحقيقية ناتجة عن مفهوم صحيح لمن هو الله سبحانه. فنحن لا ننظر ولا يعلمنا الكتاب أن الله عدو أو أن الله المتسلط الذي يريد أنه يخفي الإنسان من على وجه الأرض، ولا سيما إذا أخطأ أو كسر الوصايا، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله أب. يا رب أنت أبونا. وهذه ليست فقط أفكار العهد الجديد، لكنها أيضا جاءت في سفر أشعياء، إن بيحط ويصور النبي أشعياء الله في صورة الأبوة، الأب الذي يهتم بابنه، الذي يخاف على ابنه، الذي يحب ابنه، الذي يقدم كل ثروته وكل غناه وكل حكمته لابنه. هذا هو المفهوم عن أبوية الله في المسيحية، وليس فقط في العهد القديم، لكن أيضا نرى ذلك في العهد الجديد لما المسيح له كل المجد يعلمنا ويقول حينما تصلون فقولوا يا أبانا الذي في السماوات. فإحساسي بالرضا والأمان لأن الله هو أبويا، هذا يدفعني أني أدخل إلى حضرة الله وأعبده بالحب والصدق والفرح. لكن لو الصورة مشوشة، كيف أدخل إلى الله الذي يقف منتظرا أنه ينفيني أو يجازيني بسبب غلطة ويمسح ذكري أو اسمي، كيف أعبده بفرح؟ يبقى خوف. خوف بالظبط كده، ورعب، ومش قادر أن أنا يعني أتجرأ عليه أو أن أنا أقترب منه، لأن خايف أن هو هيعاقبني، هيبقى في أمر صعب بالنسبة لي، لكن في رفض. لكن الكتاب بيعلمنا إن إحنا لما ندخل إلى محضر الله ندخل إلى محضر الله بفرح، وفرح لأن هناك أسباب كثيرة تجعلني في حالة الفرح. نعم. وعايز أقول إن الفرح له تأثير، الإحساس بالرضا والشبع الداخلي ده، إن كان الفرح ده التعبير بتاع المشاعر، أيضا المشاعر الطيبة والإحساس بالرضا يخلي الإنسان، يعني الكتاب بيقول في سفر الأمثال إن القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. مش مرات كتيرة تشوف ناس تقول يا ساتر ده الناس دي شكلها كده زي ما تكون طالعة يعني من 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 قبر، من هم، من جنازة، من غم. ليه؟ لأنه ما عندوش هذا الفهم والتصور. فالعبادة مرتبطة بفهمنا وقناعتنا وتصورنا عن من هو الله تبارك اسمه. وانا الحقيقه فرحان بيك. الله يخليك. ليه؟ ان دايما وجهك بشوش، دايما مبتسم، وده بيعبر عن ايه اللي في داخلك، انك دايما فرحان بالرب، وده بينعكس حتى على صوره وجهك وابتسامتك الدائمه، فدايما بتعبر عن اللي في داخلك، بيظهر بطريقه عمليه في وجهك. ربنا يساعدنا ويدينا ان احنا نعيش دايما حياه الفرح، لان فرح الرب هو قوتنا. ده الايه اللي نفسي المخرج يساعدنا نشوفها في نحمية 8:10، فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم.
أنا نفسي أشوف الآية كمان، نفسي أسمع من حضرتك لأن ده الموضوع الأساسي، إزاي إن الفرح يكون مصدر للقوة، وإزاي إن بالفرح نقدر ننتصر أو يكون ده طريق الانتصار. أمين. الحقيقة في يعني لو قرينا الجزئية ديت بنشوف إن عزرا كان بيقرأ الشريعة ولم الشعب كله ووقفهم في مكان معين وجاب شريعة الله وبدأ يقرأ ليهم، لكن الشعب في ذلك الوقت كانوا في حزن على أورشليم وعلى خرابها وعلى دمرها إلى آخره وخراب الهيكل، وزي ما احنا عارفين إن حمية رجع يبني السور وعزرا كان يبني الهيكل، وفي هذه الحالة رجعوا للشريعة لكلمة الله لما يقوله الله للوحي الإلهي. لكن في نقطة مهمة تقودنا إلى حياة الفرح الذي هو قوتنا، والنقطة دي مرات كتيرة احنا بنفتكر او بنذكر وبنحفظ كلنا، يعني انا متأكد ان الاف من المشاهدين اللي اختبروا نعمة المسيح وبيدرسوا الكتاب المقدس حافظين الآية دي يعني صم غيبا، لكن بننسى السياق الحديث اللي نتج عنه هذه الآية الجميلة. صح، فرح الرب هو قوتنا، لكن خلي بالك حصل قبل ما يوصلوا لفهم قوة الفرح إن لابد أن يكون هناك دافع وسر يقود إلى هذه القوة وإلى هذا الفرح. يقول لنا الوحي في نحمية 8 إن جابوا حوالي، من غير عشان ما أقراش الجزء كله، حوالي 13 من الخبراء والمعلمين للشريعة وكلمة الله، ويقول الكتاب أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. يعني الشخص اللي عايز يستمتع بفرح الله عليه أن يتغذى أولا بكلمة الله، وأنت تتغذى بكلمة الله مش مجرد أنك بتقرأ الكتاب المقدس تأدية واجب أو لأن المفروض كل يوم أقرأ في الكتاب المقدس مثلا جزء معين، لا، أنا بصلي وبصلي لنفسي وبصلي لكنيستي وبصلي لكل مشاهد إن الرب يجوعنا، ده الصلاة المستمرة اللي برفعها أمام الله، يجوعنا ويعطشنا لكلمته، لكل كمال رأيت حدا. أما وصاياك أو وصيتك فواسعة جدا. فأنا كل ما الله أعلن وكشف لنا وأعطانا فهما عن شريعته وكلمته كلما امتلأ القلب بالرضا ومحبة الله، وبالتالي كل هذه ينتج عنها مشاعر الفرح، ومشاعر الفرح ناتجة عن رضا. والإنسان الراضي دايما مش إنسان ضعيف، مش أي حاجة تهزه، مش قصبة تحركها الريح، لكنه يستطيع أن يقف ويكون زي ما بيقول في سفر الأمثال كشبل ثبيت. نعم. أسد ما يخافش. نعم. لكن الإنسان الخايف، الإنسان المتحير، ملوش أصل ولا أساس في كلمة الله. فسر الفرح الحقيقي يأتي من الفهم العميق والتفسير والاستمرارية والاجتهاد في فهم وأكل الكلمة إذا جاز التعبير. لكن ده الصورة اللي حضرتك قدمتها بتثبت إن رغم الخراب ورغم الدمار ورغم الحرق ورغم المشاكل اللي هما بيواجهوها، لكن هنا آية مشجعة إن احنا نفرح بالرب ونفرح بكلمته. نعم. اللي هي هتغطي على كل ما يحدث حوالينا من خراب ودمار. بالزبط. ودي صورة حلوة النهاردة إن احنا نقدمها للشعب المصري. أمين. عايز تفرح رغم اللي بيحصل من تفجيرات وقتل للناس وسفك للدماء الأبرياء، ما تنزعجش، لكن ارجع للشريعة، ارجع لكلمة ربنا، اعرف ربنا بطريقة صحيحة واعرف كلمته عشان تفرح بيه. أسيس، لو أنا حبيت ألخص مفهوم الفرح قبل ما أسمع لمكالمة سجلناها مع الدكتور ماهر أزمان بيتكلم فيها عن مفهوم الفرح من وجهة نظر علم النفس وتأثير الضحك والفرح على صحة وجسد الإنسان، تمام، إيه اللي حضرتك تلخصه عن مفهوم الفرح؟ أقول إن الفرح هو إحساس بالرضا الداخلي والقناعة بالوصول إلى غاية معينة يقود الإنسان إلى مشاعر الفرح والإطمئنان والبهجة. بكل بساطة واحد من أسرار الفرح هو كلمة الله، فهم الكلمة وقراءة الكلمة، وإن أنا أعمق جذوري
في كلمة الله فتتغير حياتي والشجرة بتاعتها تثمر ثمار هذا الفرح، وهذا يصنعه الروح القدس في الإنسان. فبيقول الكتاب إن ثمر الروح محبة فرح سلام. فتذكر أن الفرح ليس التعبير الخارجي لكنه ثمرة الحياة الداخلية غير المنظورة. أشكرك. خلينا نشوف فيديو مسجل مع الدكتور ماهر عثمان أستاذ الطب النفسي بجامعة لوما ليندا، وبيحكي عن مفهوم الفرح من وجهة نظر علم النفس وتأثير الضحك والفرح على حياة وصحة الناس وأهمية الفرح في حياة كل إنسان. خلينا نشاهد هذا اللقاء باختصار. تفضل. معنا اتصال من الدكتور ماهر عثمان أستاذ الطب النفسي في جامعة لوما ليندا. أهلا بيك دكتور ماهر. أهلا بيك يا الشيخ صمويل. الحقيقة بنتكلم في موضوع الفرح في حياة الإنسان، ونفسي أطرح سؤالين على حضرتك. السؤال الأولاني، إيه هو مفهوم الفرح من وجهة نظر علمية، وإيه تأثير الفرح والضحك على جسم الإنسان وعلى صحته؟ تفضل دكتور ماهر. الحقيقة الفرح من الناحية العلمية هو حالة من الشعور بالانبساط والمتعة والسعادة، بيشعر بها الإنسان وبيعبر عنها يا إما بالابتسام يا إما بالضحك يا إما بالسرد النكت والدعابات، ومشاركة الفرحة دي مع الآخرين. فحالة الفرح اللي بيختبرها كل إنسان دي طبعا حالة طبعا طبيعية، و بيبقى ليها تأثيرات إيجابية جدا عليه وعلى اللي حواليه. يعني هل كل إنسان فعلا عنده احتياج لأن هو يكون عنده مشاعر فرح، ومشاعر فرح بتأثر في صحته؟ ده من غير شك. يعني لو في إنسان بيقضي أيامه أيام عديدة من غير ما يبتسم ومن غير ما بيضحك، بيبقى أكيد في تأثير سلبي جدا في حياته. والعكس، الإنسان اللي هو بيميل للانبساط وللضحك وللمشاركة الفرح مع الآخرين، دايما بنلاقي إن هو حياته بيقل فيها الإحساس بالضغط والاضطراب النفسي والاكتئاب. فلو استرجعنا مع بعض الابحاث اللي اتعملت عن الضحك، يعني مثلا بيقال في مقوله مشهوره بس مش دقيقه ومش صحيحه قوي، بيقال ان العضلات الوجه اللي بتستخدم في الغضب والتكشير حوالي 43 عضله، بينما هناك 17 عضله فقط بتستخدم في الضحك. وده مش طبقا للابحاث العلميه واللي اتعملت، لان هو الحقيقه انه العضلات اللي بتستخدم في الضحك حوالي 12 عضله، بينما العضلات اللي بتستخدم في التكسير هي 11 عضله. لكن الفرق ايه؟ الفرق انه العضلات اللي بتستخدم في الضحك والابتسام بتستخدم بقدر قليل جدا من الجهد بالمقارنة بالعضلات اللي بتستخدم في التكسير والغضب. دي ملحوظة يعني عن 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 بس نسبة يعني مجموعة العضلات اللي هي عضلات الوجه. لكن في حالة الضحك بنلاقي الإنسان مش بس بيضحك، عضلات وجهه هي اللي بتبتسم وتتحرك، لكن عضلات كثيرة في جسمه كمان بتتحرك وبيكون ليها دور. في واضح من الاحداث ان هو من الابحاث اللي اتعملت انه الضحك وحاله الانبساط بتؤدي الى ارتخاء في عضلات الجسم ما عدا عضلات المعده دي او البطن، دي اكثر منطقه بيبقى فيها يعني انقباضات مع الضحك شديد، لدرجه ان هو بيقال انه أحسن تمرين لأنه شخص ممكن يعمله علشان يبقى عنده ما نسميه بالسيكس باك في عضلات بطنه اللي هو بيبقى فيه
زي شيبينج وموفينج للعضلات بتاعت البطن. اكتر اكسرسايز في متعه هو عمليه الضحك نفسها. يعني الضحك مهم لكل انسان، وخصوصا في العباده. حضرتك عارف قد ايه ناس بتخش الكنيسه حتى لو عندهم حاله اكتئاب او ضيق او حزن او مشاكل، لكن مجرد ما بيخش وبيسبح وبيفرح يعني حياته كلها بتتغير. ايه تعليق حضرتك؟ ده مظبوط. هو لو انت مثلا او حد فينا بيقابل شخص بيبقى مبتسم، قد ايه الشخص ده بيجذبه وبيحس بالارتياح للشخص ده. لكن لما بنقابل شخص وشه في تهجم وفي كشره، ده بيسبب لنا عدم ارتياح. في الجو الروحي بنلاقي ان الشخص اللي هو بيعبد الله وبيرفع روحه لله بنلاقي ان هو في حالة ارتياح وفي حالة انسجام وفي حالة، وبتلاقيه كمان وهو مش واخد باله بيبتسم لأن هو في حضور الله. وده بي 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 مش بس بيأثر عليه هو، لكن بيأثر على الناس اللي حواليه كمان. بيقال إن الضحك دي حاجة يعني، والابتسام دي ظاهرة بيسموها self perpetuating، يعني زي بتؤدي إلى حركة يعني مغلقة. الضحك يؤدي إلى ضحك والانبساط يؤدي إلى انبساط للشخص نفسه، لكن كمان ليها تأثير معدي للناس اللي حواليه. دايما بتلاقي إن هو لما شخص بيضحك بصوت عالي الناس على طول تبص وتشوف مين ده، مين اللي بيضحك وبيضحك على إيه، وإيه الحاجة الفاني أو الحاجة اللي هي المثيرة للمرح اللي حصلت، عشان دي حاجة بتجذب الناس. لكن الضحك كمان ليه تأثير فسيولوجي وكيميائي في الجسم نفسه. فبنلاقي إنه الضحك بيؤدي إلى إفراز هرمونات خاصة بنسميها الهرمونات اللي هي المنشطة أو اللي هي بتسبب الانبساط، زي بنسميها الإندورفينز. والإندورفينز دي بتؤدي إلى الشعور بالانبساط، لكن كمان ليها تأثير مضاد للألم. فالضحك نفسه يبقى كأنه دواء ضد الألم، ودواء ضد الضغط النفسي، ودواء ضد الاكتئاب. لأنه هو مع الضحك كمان بيلاقي أنه هو يبقى فيه إفراز لمادة السيروتونين، اللي هي مادة ليها دورها في مقاومة الاكتئاب. في حاجة يا شيخ صمويل أحب أختم بيها، أن الضحك كمان ليه تأثير على الصحة الجسدية. أن الضحك بيؤدي إلى زي تحسين الجهاز المناعي في الجسم، هو بيؤدي إلى زيادة عدد الخلايا اللي هي ليها دور في المناعة، إلى جانب أن هي الخلايا اللي هي بتفرز المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات. دي بيحصل نتيجة حالات الضحك والانبساط اللي الإنسان بيكون فيها، إلى جانب أنه الضحك نفسه بيقلل نسبة الهرمونات اللي هي بتفرز وقت الضغط النفسي، زي الهرمونات زي أو المواد زي الكورتيزون اللي هي بتفرز مع زيادة الضغط وبتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى نقص المناعة وبتؤدي إلى أمراض القلب. الضحك نفسه بيقللها. عشان كده هو الضحك فعلا بيعتبر علاج روحي وجسدي ونفسي. دكتور ماهر عثمان، شكرا جزيلا لحضرتك ولمكالمتك. العفو، ألف شكر، ربنا يبارككم. الضحك والفرح مهم جدا لصحة الإنسان، وأهم من أي أدوية، وممكن من خلال الفرح نواجه كل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإنسان. أسيس، خلينا أسأل حضرتك، إيه الفرق بين الفرح المؤمن والفرح في العالم، وإزاي ممكن نتعلم نفرح بطريقة صحيحة؟ فرح العالم زي ما قلنا مبني على مؤثرات خارجية، انتهت هذه المؤثرات الخارجية انتهى فرح الإنسان. عشان كده زي ما ذكرت في أيوب قال إن فرح الفاجر إلى لحظة، ده لحظي. لكن الفرح الذي يمنحه الله، الفرح الذي يعطيه روح الله، الروح القدس للإنسان، ده شيء ثابت غير مرتبط
بالمؤثرات الخارجية. وذكرت في بداية الحلقة أن بولس الرسول اللي كان موجود في السجن ومنتظر حكم الإعدام، ده مش واحد عنده أمل أن يمكن يطلقوا سراحه أو لا لا، ده كان منتظر أن هم هيقطعوا رقبته وتنتهي حياته، ومع ذلك كتب من داخل السجن وفي ضمن هذه الظروف أعظم رسالة عن الفرح، وفيها شجع الناس افرحوا في الرب كل حين، يعني مش في وقت معين. طب ازاي جاب القوة والإمكانية أن يكتب رسالة فرح من داخل السجن وأن يسبح ويهلل بالله في وسط الظروف الصعبة؟ يعني هو ما خرجش خارج الظروف، لكن في وسط الظروف الصعبة كان يسبح ويصلي لله، إيه القوة دي؟ هذا يعود على ارتباطه بالله وحضور الله في داخله. الحضرة الإلهية، الحضور الإلهي في حياة الإنسان يعطي له الشبع والشكر والإحساس بالرضا والنجاح وتتميم مشيئة الله وتحقيق دعوته في الحياة. كل هذه الأمور لا يمكن إلا أنها تخرج وتنتج للإنسان إحساس بالفرح والشبع. الشخص المتذمر والشكاي بطريقة مستمرة لا يمكن ترى وجهه طلقا، ولا يمكن هتشوفه في حالة الفرح المستمر، يمكن فرح مؤقت. والدخول إلى حضرة الله في حد ذاته مصدر للشبع الإنساني وإنعاشا للروح البشرية، فدخولنا إلى الله ينعش النفس ويطلق في داخلها الإحساس بالرضا الذي يطلق ويظهر ذاته في ثمرة الفرح والرضا والاطمئنان في الله. إذن فهمنا عن من هو الله، حضور الله الذي يغير القلب، عدم ارتباط الفرح بالظروف والمؤثرات الخارجية. أليس غريبا لمن يسمع هذه الكلمات وإحنا بنتكلم على أحداث دامية حدثت في بلادنا بالأمس، إن المسيح تبارك اسمه يقول في إنجيل متى في الموعظة على الجبل بيتكلم على أنهم إذا اضطهدوكم من أجل اسمي كاذبين افرحوا وتهللوا. يعني افرح وتهلل ازاي يا رب؟ قال لا، مش عشان الظروف اللي حواليك، ولا عشان الناس بتموتك، ولا عشان الناس بتضطهدك، ولا عشان ان الناس بتحرق الكنائس، لان كل هذه علامات من المضاد ومن العدو كاذبة، انما تثبت انك تعيش لله، والله سيعطيك فرح واحساسك بالرضا الالهي سيملأ فمك بالابتسامة وكلماتك بالتسبيح الإيجابي. أشكرك. خلينا نشوف في المفهوم الإسلامي للفرح، وخصوصا في آية في سورة القصص 76 بيقول فيها الله للمسلم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأنا مش هفسرها، لكن هسيب الشيخ أحمد الخليلي يفسرها. لكن خلينا ناخد الأول مكالمة من الأخت دولت، وبعدين نشوف الفيديو الإسلامي عن مفهوم الفرح. اتفضلي يا أخت دولت. اهلا بك يا اختي، اتفضلي. بسم الله. حاجه حلوه طبعا عن الفرح. الفرح عنده قوه، في ناس القوه بتاعتهم في الاسد والحرب والتفخير وتسجيل الاحزمه النازفه، دي قوه بعض الناس، لكن احنا الرب بيقول لنا فرح الرب هو قوتكم. وبعدين ما ينفعش الفرح في قلب يكون مش نقي، مش مليان بحب الله. الفرح لازم القلب لازم يكون مليان بربنا، مش بالحقد والغل والانتقام والقتل. منين يجي الفرح في القلب اللي مليان تعاليم قاتلوا واذبحوا والحريات منتظرينكم وفجروا؟ واحنا شفنا التفجير الايام اللي فاتت، كل حته تفجر فيها عربيه. صدقيني يا اخت دولت، يا اخت دولت، انا امبارح كنت عمال افكر بنفس الطريقه، بقول الاخوه اللي قاموا بالعمل الارهابي قدام مديريه امن القاهره وهم رايحين واخدين العربية مليانة بالمتفجرات، ايه كانت مشاعرهم؟ هل كانوا شاعرين بالانتصار او ان هم حققوا حاجة، او ايه كانت يعني مفاهيمهم، او ايه اللي كان مسيطر على افكارهم؟ انا حتى افكر فيهم هم كمان، وخصوصا ان اغلبهم بعد كده بيقع في ايد الشرطة وبياخد عقاب، وبعضهم بيوصل للاعدام، او بعضهم بيفجر نفسه مع السياره المفخخه سواء اللي بنشوفه في العراق او في سوريا. يعني ايه الافكار اللي مسيطره عليهم لهذه الدرجه اللي تدفعهم للقيام بهذه الاعمال الارهابيه الاجراميه؟ حاجه
صعبة للغاية يا أخت دولت. بتكونوا مسيطر عليهم. أنت النهاردة أول ما تفجر نفسك، أول ما تفجر نفسك النهاردة أنت طوالي في اللحظة دي هتكون في الجنة مع الحريات. هو ده الفكر المسيطر عليهم يا شيخ تمويل، مفيش حاجة غيره. ودي يعني اخطر، دي اخطر حاجه. وانا كان نفسي الشيخ مروان يجاوبني على الموضوع ده، اتمنى ان هو يتواصل معانا ونسمع منه ايه رايه في اللي بيحصل وايه انطباعه على الحاجات المحركه او الافكار المحركه لاحداث القتل والارهاب. شكرا يا اخت دوله جدا على اتصالك. خلينا نشوف الفيديو للشيخ احمد الخليلي وهو بيفسر مفهوم الفرح من وجهه نظر اسلاميه عشان يبقى فيه توازن في اللي احنا بنتكلم فيه. اتفضل. من هم هؤلاء الفرحون؟ هؤلاء الذين فرحوا بما أوتوا في هذه الحياة الدنيا، الذي يؤتى هذه تفتح له الدنيا ويفرح بما أوتي في الحياة الدنيا. أما الفرح لا يمنع على الإطلاق، الله تعالى يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني بما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من الخير. المؤمن يفرح بما وعده الله تعالى به من الخير، ويفرح بنصر الله تعالى للمؤمنين، ويفرح بظهور الدين. أما أن تفتح على الإنسان الدنيا من أبواب شتى فإن هذا مما يعد أحيانا استدراجا من الله سبحانه وتعالى. نحن نرى ذلك في كتاب الله، فالله سبحانه يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذكرون، فلولا إذ جاءهم بأسنا لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا الفرح الذي نهى عنه أصحاب قارون، العقلاء من أصحاب قارون. يعني ده مفهوم للآية أو تفسير للآية، عشان احنا مش بنفسر الآيات لكن بنسيب إخواتنا يفسروها بالطريقة اللي هم شايفينها. وأنا شايف إن الفرح من وجهة نظر إسلامية إنك أنت تنصر الإسلام، هو ده موضوع الفرح. لكن مفيش إن أنت تفرح بربنا أو يكون لك علاقة مفرحة نتيجة ارتباطك بربنا أو عبادتك الصحيحة بربنا. يا سيس، في ناس كتيرة بتواجه النهاردة ظروف صعبة تمنحها عن الفرح وبتعطلها عن الفرح. يا ترى نقول للناس دي ايه؟ يعني فعلا في ظروف صعبه تمنحها عن حياه الفرح، هل في امكانيه ان افرح رغم الظروف؟ خليني اقرا لحضرتك جزئيه في كلمه الله في سفر حبقوق اصحاح 3 وعدد 17، بيتكلم على ان المؤثرات الخارجيه، يعني تاكيدا للي كنا بنقوله سالفا، والأمور المادية ليست هي مصدر الفرح والسعادة الإنسانية كما يظن البعض، لأن اللي بيعتمد على المحسوس والمادي إذا اختفى المحسوس والمادي اختفى فرحه واختفت سعادته. لكن من يعتمد على الفرح الممنوح بالرضا الإلهي على الإنسان وعلى حياته الداخلية، ده الماديات وكل ما يكون حوله لا يؤثر فيها. حبقوخ يقول كلمات جميلة ومحفوظة لأغلبنا، لكن خليني أذكر الأحباء بها. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. يعني صورة قاتمة، لا في حصاد ولا في محصول طالع. الحاجات اللي الإنسان بيعتمد عليها عشان تبقى مصدر رزقه جفت. الزيتون مش بيطرح، وبالتالي مفيش خضار، مفيش مية، وعليه مفيش طعام للحيوانات. يعني صورة قاتمة. طب أنت إيه رأيك أيها النبي، يا من تؤمن بالله وأنت مرسل لكي تتمم مشيئة الله من خلال كلماتك وحياتك؟ يقول مع كل ده فإني أبتهج بالرب وأفرح، وبيقول لنا ليه يفرح، بإله خلاصي. لأنه لا ينظر فقط إلى المؤقت والمادي والبيئي، لكنه ينظر إلى ما له بعد أبدي.
فرحه مش بس في هذا العالم الحاضر، لكنه يفرح بالرب الذي ضمن له الحياة والخلود، يفرح بالرب الذي أعطى له طمأنينة وسلام في هذه الدنيا وفي الدنيا القادمة أو في العالم الآخر. لذلك يفرح بالرب لأنه هو مخلصه من الموت والهلاك والجحيم والظروف الصعبة والحقول اللي مش عايزة تطرح أي غذاء. أنا عندي بعض الأسئلة لكن خليني أخذ مكالمات وأرجع لحضرتك. ناخد الأخت فريال من بريطانيا، تفضلي. ألو أخ سموئيل، سلام ونعمة المسيح معاك ومع الأخ نبيل. معك أيضا، تفضلي. أخ سموئيل، الإله الإسلام هو ضد الفرح والوداعة والسلام والمحبة، فمن الطبيعي أنه فاقد شيء لا يعطيه. صح. أما في المسيحية فالمسيح المؤمن كل ما يتعمق في علاقته مع الرب يسوع المسيح له كل المجد ويحبه ويطيع وصاياه فحيتحول إلى للأفضل، لأن المسيحية هي حياة وروح، ويصالح من يكون عنده حياة وفرح وسلام رب المجد عن طريق صليب يسوع المسيح وإيمان بالرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب، راح الإنسان يتصالح مع الله ومع نفسه ومع الآخرين، فراح يعيش في فرح وسلام ونصرة حتى في ساعة الموت حيكون فرحان وحيكون منتصر. ولهذا الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس يقول الوحي الإلهي: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. فأقول للأخوة علما بما يحدث من الإرهاب والعنف إذا كان في سوريا أو العراق أو مصر، اتمسكوا بالرب يسوع المسيح، اتمسكوا بالرب يسوع المسيح وصلوا وصلوا، حتفرحون إذا مو في الوقت الحاضر حتفرحون بعد ذلك. نعم، لأنه شكرا. الرب يسوع المسيح هو الفرح، شكرا. هو النصرة، هو السلام، هو المحبة، وكل فرح العالم هو مؤقت ومزيف. شكرا أخ سموئيل، شكرا لك، شكرا لك يا أختي فريال، ربي يباركك. ناخذ مكالمة من الأخ مجدي من مصر. أهلا بك أخ مجدي. أهلا بك جناب الشيخ. يعني نقول ايه لمصر والمصريين، ايه الاخبار عندك في مصر؟ الاخبار ينطبق عليها زي ما قال كده الاسيس الايه اللي كان بيقراها من شويه: فمع انه لا يسهل الدين واخد بالك فاني افرح بالرب. الاخبار طبعا يعني بحسب الظاهر مش كويسه، لكن طبعا احنا بنبص لقدام وعارفين ان الرب لازال سيد الاحداث. امين في حلاوة. امين. انا بس الكلام استفزني شويه في مجال الحديث، عايز اذكر اني النصوص الايات اللي بتقول لا تفرحوا فان الله لا يحب الفرحين. طب هو ربنا عايزنا نبقى مغمومين مهمومين؟ هو ده اللي يسعد ربنا؟ متهيألي اني لو فكرت بالمنطق ده هو فعدوي هو اللي يسعد في يعني في حزني، فمتهيألي ده مش منطق إلهي يعني. ولا مثلا لما يقول خلقناه في كبد، يعني هو ربنا من الأول للآخر كده حط الإنسان عشان خاطر يعني يبقى في غم وهم؟ بس على أي حال، هو أنا عايز أقول كلمة أنت قلتها من شوية، إن الفرح بيجي نتيجة العلاقة مع ربنا. وفي المجال الإسلامي أصلا ما فيش علاقة. أنا عايز أحكي حاجة حصلت معايا شخصيا يعني. أنا تقابلت مرة مع إمام جامع فبتبادل معايا الحديث، الصراحة أنا كانت بالنسبة لي مفاجأة وكانت صدمة. فبقول له: طب مش حضرتك بتصلي؟ قال لي: آه بصلي. قلت له: طب مش ربنا بيسمح صلاتك لما أنت بتصلي؟ فقال لي: شعرفني، واخد بالك. فده انصدمت، لأني الصلاة هنا وزي الصلاة كل العبادات الإسلامية قائمة من طرف واحد مش طرفين، يعني مش في طرف هات وطرف خد،
كده وعلاقه حيه وفي قنوات مفتوحه، يعني يعني مني للرب ومن الرب دي، لا كله بيقوم على اني مني للرب، لكن في حاجه ثانيه من الرب دي ده ديسكونكت، يعني حاجه مقطوعه. اشكرك جدا واتمنى شكرا. ان كل المصريين والسوريين والعراقيين ينجحوا يفرحوا رغم الظروف الصعبه، ومن خلال الفرح الحقيقي في علاقة سليمة مع ربنا نستطيع أن ننتصر ونعبر فوق الظروف الصعبة. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا عن الفرح طريق للانتصار، وناخد مكالمة من الدكتور مروان بعد الفاصل. أهلا بكم، نستكمل حوارنا عن موضوع مهم، أن الفرح وسيلة للانتصار أو طريق للانتصار. معنا فضيلة الشيخ مروان سعد الدين كبير الأئمة في أريزونا. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا شيخ صمويل. أنا معلش دخلت متأخر لسه من 3 دقايق. ربنا يقويك. كنت برا. ربنا يساعدك. أنا بس اللي سمعته شيء واحد من ضيفك أو متكلم مش عارف، الأخ مجدي. الأخ مجدي من مصر. احنا عايزين نقول حاجة بس، ان الاديان كلها بتتفق بشيء واحد، وهو ان انت عارف نفسك على الارض، انت مش شايف ربنا في السماوات او في اي مكان، انت بتتكلم معه وكلامك الفيزيائي هو اللي مرئي ومسموع، هو رد عليك هو بالاحساس. نعم. ما فيش فرق بين اسلام ومسيحية او اي دين اخر في المسألة دي، ما فيش وحي، ما فيش حد بيجيله الرب يقف قدامه ويتجسد له ويقول له كلام. إذا كان هو يشعر بهذا فده شعور خاص، لكن ما فيش حاجة عمليا بالكلام ده نهائي. فإذا لما يجي هو يسأل شيخ وأنا مستغرب من السؤال، يقول له هل ربنا بيسمعك؟ يقول له ما أعرفش. يمكن قصده الشيخ أو السؤال كان غلط أو النقل كان غلط، هل ربنا هيتقبل منك صلاتك؟ قال له ما أعرفش، وده صحيح، احنا بنأدي العبادة وما نعرفش اذا كان ربنا هيقبلها ولا لا، لكن هو سمعنا، طبعا سمعنا. اذا كان هو بيسمي نفسه ربنا هو السميع العليم، السميع البصير، السميع الحكيم، يعني هو السميع في اول صفة من الصفات المزدوجة اللي بتذكر في القرآن، سميع، حتى بيسمع الخلقات اللي جوه قلب الانسان. بعدين احساس الانسان بقى بدخول يعني ان الله يعني بي بي بيستجيب له أو بيدخل الطمأنينة إلى قلبه والراحة وإلى يعني نفسيته، ده طبيعي الإنسان بيحسه، لأن ربنا بيقول عندنا في القرآن، وده عندي كلام مدام قرآن يبقى كلام ربنا كمسلم، بيقول يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الناس اللي آمنوا بربنا وبعدين عملوا عمل يثبت هذا الكلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، ربنا بيقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، تنزيل من ربنا. إذا ربنا بيسمع وبينزل الراحة والطمأنينة إلى قلوب الإنسان، والإنسان المؤمن القريب من ربنا بيسمع ده وبيحس. وفعلا ناس كتير في ظروف صعبة، الظروف الصعبة اللي بيمروها إن كان في سجون أو في محن، ما
من كافة أنواع المحن، فقد عزيز أو خسارة أو نكبة أو تشريد أو حرب، بيدخل الإيمان إلى قلوبهم بقوة وبيشعروا بقرب الله إليهم. القرب هو قرب رحمته وسروره وإدخول الطمأنينة إلى نفسه. طيب خليني أسأل حضرتك يا شيخ مروان، بداية نفسي أسمع من حضرتك تعليق على الأحداث في مصر، سواء يوم الجمعة أحداث الإرهاب أو يوم السبت الاحتفال بثورة 25 يناير. إيه تعليق حضرتك على هذه الأحداث؟ والله يا شيخ صمويل أنا ما كنت سعيد في حياتي في مسألة سياسية منذ نكبة 48، وأنا مولود طبعا بعد النكبة دي، واللي ضيعت حقوق شعب، وما حدث بعدها في 67 من تراجع أكتر وما إلى ذلك، ما في شيء فرحني في حياتي زي ثورة 25 يناير. لكن الأحداث اللي بتحصل بغض النظر عن مين اللي عملها، أنا مش هلزقها زي ما بيقول الإعلام في الإخوان ولا هنكرها عن حد. طب مين في رأيك؟ لكن لا، مين في رأيك يعني؟ أفندم؟ مين في رأيك؟ أيا من يكون اللي بيفجر واللي بيقتل بدون وعي وبدون تمييز هو مجرم مجرم مجرم. ربنا عندنا في القرآن بيقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبيقول على لسان بني إسرائيل كذلك وحنا لباس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني نفس واحدة تقتل كأنك قتلت البشر كلهم. طيب هي دي المشكلة يا شيخ مروان، دي أكبر مشكلة يعني حتى بالنسبة لي مأثرة فيها تأثير سلبي جدا، إن الناس اللي بيعملوا الأعمال دي بيدعوا إن هم أقرب إلى الله في الإسلام، إن هم فاهمين الإسلام صح، هم بيدافعوا عن الإسلام وبيرفعوا شعارات إسلامية وآيات قرآنية، وحضرتك عارف طبعا القصة مش عايز أحكيها بالتفصيل، لأنك حضرتك عارف كل ما يقال إن دول جماعات إسلامية 100%. ماذا تقول لهم؟ شوف يا شيخ صمويل، بغض النظر عن هم مين، إن كانوا جماعات إسلامية أو مدعين، أنا بقول لو أنت هتقتل واحد مستهدف وفي غرض سياسي لقتله وهدف كبير وعظيم، وقتله هيسبب في قتل أي إنسان عابر، طفل أو امرأة أو شيخ عابر بالغلط، ما فيش حاجة اسمها معلش، دي ضريبة دي. يعني لو أنت هتقتل الشخص ده أو عايز تغتال حتى لو كان شخصية شريرة أو حتى لو كان أيا ما يكون وفي غرض وهدف لقتله، والقتل ده هيتسبب في قتل ناس آخرين بالغلط، ده محرم وغير مسموح فيه، وهذا ينطبق عليه بقتل النفس، إن جريمة القتل هي أكبر جريمة في الإسلام وفي الأديان بشكل عام. يعني إحنا يعني ما فيش ليها غفران إلا بالقصاص. طب هل هم فاهمين كده ولا مش عارفين يا شيخ مروان، مغيبين؟ والله في، شوف أنا أقول لك، يمكن أنا بحاول أتخيل إن هم بيقولوا إن الغاية تبرر الوسيلة، وده مبدأ أنا مرفوض عندي تماما. يعني إيه؟ أنا عايز أضرب مثلا مديرية الأمن عشان هم بيقتلوا بيعملوا، أو ما نقتل مثلا واحد أو اثنين من مديرية الأمن وسبعة ثمانية كانوا بيعدوا في الشارع بالصدفة، يبقى دي جريمة أبرياء، جريمة شنعاء وبشعة أبرياء. تحليلهم هم إن دول معلش بقى يلا راحوا بالغلط ومش مقصودين، القصد كان كذا، ودايما في اي حرب في ليها اخطاء وفي ليها تلفيات، والامريكان قالوا كده لما كانوا بيضربوا العراق، يضربوا الجيش العراقي وكانوا بيموت مدني، بيقول لك معلش دي ضريبه الحرب، وان الحجج دي كلها انا لا اقبل هذا. ما فيش انسان ده النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام وقف امام الكعبه قال لها ما ابهاك وما اجملك وما اعظمك، ولكن ان تقضي ان تنقضي تنقض عراكي حجرا حجرا اهون عند الله من ان يقتل دم انسان. يعني الدم ده الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام حلو، لكن الواقع العملي في المجتمعات، يعني حتى مش بس في الحادثه بتاعت يوم الجمعه، ما يحدث في سوريا امر مشين للغايه، ما الاف ماتوا ابرياء بلا ذنب، وهم مش مسيحيين ومسلمين، لا دول مسلمين ومسلمين، مسلمين بيقتلوا مسلمين، وحضرتك عارف اللي بيحصل في داعش والمجموعه بتاعتهم واللي بيقتلوه، وفي العراق بين السنه والشيعه، يعني الاف من الابرياء دلوقتي، مئات الالاف في المنطقه العربيه بيموتوا بسبب امور مفاهيم دينيه.
ايه اللي يحصل وازاي نوقف هذه الاحداث الدامية؟ والله يا شيخ صمويل انا متألم جدا، انا يعني مصاب باكتئاب من احداث سوريا ومن احداث مصر بالتالي، لان احداث سوريا دموية اكتر. نعم. يعني مثلا اقول لحضرتك يعني تأييدا لكلامك، داعش دولة الاسلام في العراق والشام مثلا كانت في منطقة، وكان عشان ديت يعني بتسبب حرج للثورة السورية او الجيش السوري الحر او ما الى ذلك، لانها بتوصم هذه الحركة بانها اسلامية متطرفة وانها قاعدة وما الى ذلك، فنفس الجيش الحر بيحاول ينتهي منها وعنده الانتهاء منها بنفس ضرورة الانتهاء مثلا من حكم النظام السوري. فلما بيجوا قوم على مدينة حدثت في من 10 ايام، قوم على مدينة عشان ياخدوها من داعش مرة تانية، كان داعش عندها 50 اسير من الاسلاميين من مسلمين، اقصد بلاش اسلاميين، من مسلمين مش عارفين ينسحبوا ياخدوا معاهم اسرهم، قتلوا ال50. يعني ده عمل لا انساني بيحدث في منطقتنا العربية، وكل واحد عنده ما يبرر. لكن خليني ارجع للموضوع الاساسي بتاع النهارده، وبرضه عايز اسال حضرتك وتحملني في السؤال بتاعي. احنا كنا بنتكلم مع القسيس نبيل ضيف حلقتنا النهارده عن الفرح في العباده في الكنيسه. وانا سامحني في اللي انا هقوله، لكن يعني ممكن تصلحني لو انت عايز، ان انا بشوف ان في العباده في الاسلام الناس بتخرج بعد العباده في حاله من الحزن او من الكآبه. مفيش فرح بعد العبادة، إيه تعليق حضرتك على الحالة دي؟ إيه سببها؟ اسمح لي أنا ما أعرفش مين ضيفك، لأن أنا قلت لك جاي متأخر، وتحية لضيفك. أشكرك. شكرا. الحقيقة أنت بتسألني كأنها يعني حقيقة مسلم بها، الواقع مش كده يا شيخ صمويل. أنا عندي يوم الجمعة مساء في حلقة في تقريبا 90% من المساجد في أمريكا بيعملوا حلقة يوم الجمعة درس، وانا بحضرها اما اني انا محاضر او حاضر. نعم. فلما بكون محاضر بيختلف طبعا، لان انا بجهز نفسي وبحضر موضوعي. لما بكون حاضر والله بحرص على الذهاب بغض النظر اذا كان يعني الشيخ اللي بيدي الدرس اعلم مني او اقل، لكن على الاقل بروح لغرض اساسي غير الثواب اللي اكتسبه من حضور درس دين والاستماع، الراحه النفسيه اللي بوصل لها. بكون عندي ضغط نفسي وحاله من عدم الارتياح لاسباب خارجيه، بروح بقعد هناك بحس براحه وبهدوء وبطمانينه وسرور. احنا بعد ما بتنتهي الحلقه ما بنمشيش، واحد بيجيب حل واحد بيجيب شاي وبنقعد نتكلم مع بعض في منتهى السعاده. يعني مساله الاكتئاب ديت مساله خاصه بفرد معين لظروف خاصة، لكن واقع الأمر أي درس بيذكر فيها اسم الله وبيذكر فيها الأخلاق والقرب إلى الله بتريح النفس. طب خليني أسألك يا شيخ مروان، حضرتك طبعا دخلت كنائس كتيرة في أريزونا وفي أمريكا، وشفت الناس وهم بيسبحوا وبيهللوا وبيرنموا، وده جزء مهم من العبادة. أنا نفسي حضرتك تسمع دقيقتين بس من المخرج عن بعض التسابيح والترانيم في الكنيسة، وتقول لي هل في ما يساويها أو يعني يوازيها في العبادة الإسلامية، في تسبيح أو في تهليل أو في ترنيم. أنا نفسي حضرتك تستمع معانا لبعض الترانيم اللي ممكن نقولها من بعض الكنائس في عجالة، وبعدين نرجع لحضرتك. تفضل. لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم. أمين. لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم، السماء رأسنا المسيح نقدمه.
سودة أيامي كانت همومي قدامي كانت أفكاري شر وفساد صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي والحب اللي كان ضايع مني عاد كانت سودة أيامي كانت همومي قدامي كانت أفكاري شر وفساد صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي والحب اللي كان ضايع مني عاد لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد. شيخ مروان دي صورة سريعة المخرج ساعدنا فيها, شكرا للمخرج والكنترول روم في كل اللي عملوه, لكن على الأقل بيقدم صورة لعدة كنايس سريعة وهم بيفرحوا أو بيسبحوا أو بيغنوا أو بيرنموا ويستخدموا آلات موسيقية مختلفة سواء يعني بنقبلها في الشرق أو لا, لكن على الأقل ده جزء من العبادة لله. هل فيما يماثلها في المسجد أو في العبادة الإسلامية يا شيخ مروان؟ شيخ صمويل طبعا, وانت جيت على نقطة يعني العقيدة الإسلامية منفتحة ومتوسعة في هذه النقطة بشكل كبير. أنا كنت بروح كنائس لزيارة بعض الأصدقاء, كنيسة ميدان الإسماعيلية في مصر الجديدة, أبونا عجمي مش عارف إذا كان الله يرحمه إذا كان عايش أو ميت, وكنيسة سان فاطمة وكنيسة زيتون والكاتدرائية, وقعدت كتير أسمع البابا شنودة وفي المساجد وعارف أنا التسبيح وعلى وعي به, وفي الإسلام التسبيح أساسي, ده ختام الصلاة بعد كل صلاة لابد من التسبيح 5 مرات, وسبح الله بكرة وأصيلة الذي تسبيح الله في الصباح والمساء. في مرة جت فاطمة بنت النبي وزوجها علي كده بخجل يتدافعوا عند الباب, فلما شافوا النبي سألهم قالوا له يعني إحنا بنتعب في البيت في الشغل, إذا كان يعني عندنا يعني إذا كان لدينا ما من يعيننا من أسرى بدر يعني في قص الحشائش وإطعام الماعز وحلبها, فقال لهم لا أعطيكم من الأسرى, لا أميزكم عن غيركم, الأسرى دول أسرى مش هيشتغلوا عند حد, فبهذا المعنى يعني. فقال لهم اذهبوا وقبل النوم سبحوا 33 واحمدوا الله 33 وكبروا الله 33 وزيدوا عليها واحدة عشان يكونوا 100 فتطمئنوا قلوبكم والله يعطيكم الراحة والطمأنينة. فالتسبيح أساسي في الإسلام, وإحنا في يعني طبعا المتصوفة بيتوسعوا جدا في التسبيح ويدخلوا فيها. أنا عارف المتصوفة ليهم فكر مستنير في الموضوع ده, لكن أنا بشكرك لأنك أنت بتعتبر التسبيح مهم لربنا. لكن الأسيس نبيل عنده بعض التعليقات على كلام حضرتك, وخلينا نسمع منه بعض الأسئلة لحضرتك. تفضل أسيس. مرحب بك أولا شيخ مروان, أشكرك على التعليقات الجميلة اللي قدمتها. أنا عايز أقول في يعني تعليق بسيط, في حضرتك أشرت إن ما تبغضه هو الأبرياء اللي بيروحوا نتيجة إن شخص عايز يقتص أو يغتال شخصية سياسية معينة, وبالتالي يبقى فيه مثلا ناس ماشية الأبرياء بيروحوا ودول لا ليهم ولا عليهم. طبعا هذا المفهوم غريب كل الغرب عن المفهوم المسيحي, فقتل أو أخذ حياة الإنسان لأي سبب من الأسباب شيء الحقيقة يعني لا نحبذه, ومقزز للنفس وضد الإنسانية وضد الله. لماذا نغتال سياسي حتى لو اختلف معي في الفهم أو في السياسة أو في الفلسفة؟ لماذا لا نتعلم الجلوس وتبادل الأحاديث ونقبل بعض حتى لو كان هناك اختلاف؟ ففكرة العنف الحقيقة فكرة ليست شيطانية. يعني ليس مصدرها الله, لانها تؤدي الى حاجتين يا اسيس وحضرتك عارفهم اكيد, ان الابليس المسيح اتكلم عنه في نقطتين اساسيتين, جاء ليقتل ويسبح ويهلك ويكذب,
يعني كذاب وابو الكذاب وهو مصدر كل قتل. فلما نشوف كذب وقتل اعرف ان دي روح شريره بتسيطر على الناس دولت وتدفعهم الى الكذب والقتل. ده بخصوص الاغتيال. فانا اشفق ليس فقط على الابرياء لكن ايضا على اي نفس انسانيه، حتى لو كان هذا الشخص مساق معمل له غسيل مخ، انا مش عارف هو غسيل ولا العكس، لكن على اي كان النفس الانسانيه نفس غاليه. والله لم يخلق الانسان لكي يقتلوا اخوه الانسان لاي سبب ايا كانت الاسباب. وعشان كده يمكن يكون ده السبب المباشر ان مفيش ولا مسيحي رفع السلاح رغم حرق كل الكنائس اللي في مصر في الفترة الماضية. نعم. لان هما ما عندهمش اي تعليم من الله يقولك ان انت تدافع عن نفسك وتقتل الاخر. تمام. رغم ان هو مظلوم ورغم ان هو في وضع الدفاع عن النفس ورغم ان هو في وضع حرج جدا، لكن ما شفناش. وده اللي انا نفسي اسأله للشيخ مروان مباشرة بعد ما حضرتك تكمل كلامك واخد بعض المكالمات، ان ليه الاخوان المسلمين ماشيين في هذا الاتجاه؟ العنف في مصر هيؤدي بينا الى مهالك، سواء لجماعه الاخوان او لبقيه الشعب المصري او للجيش او للشرطه، الكل هيصاب باذى شديد. اتفضل حضرتك كمل كلامك. واشكرك واتفق معاك في قرب رحمه الله للنفس المجربه والمتعبه والحزينه، لان الله نحن كما انت تؤمن وتقول نحن أيضا نؤمن أن الله له مراحم يمدها نحو البشر والإنسانية، وهذا يسير في سياق وفي المنطق والفلسفة أن مراحم الله مش مرة بيبقى رحيم والمرة الثانية خلي واحد يقتل واحد، لكن رحمة الله تمتد إلى الإنسان الساقط المعذب إلى الإنسان الحزين إلى آخره. أسيس سامحني، محدش يعرف ربنا معرفة حقية أو يعبد ربنا عبادة حقيقية ويكون ده تصرفه أو الإيقاع بتاعه باختلافه مع وجهة نظر آخر. اللي بيحدث ده بيثبت إن هم ما يعرفوش ربنا خالص، ما لهمش أي معرفة بربنا. ليه؟ لأن التصرف بتاعهم تمام. ضد ربنا، ضد صح. قتل النفس صح. يعني ده ضد تعليم الله، ضد من أي قيم، من الوصايا العشر، لا ضد أي قيم إنسانية. لكن هو بيتكلم على أساس أنه بيرفع شعار ديني أو بيرفع آيات قرآنية أو بيتحدث باسم الإسلام صح، وبيقول لك انا الاسلامي الصحيح، وبعدين يستمر في هذا الايقاع المؤلم. زي ما حضرتك بتقول خلينا نقعد على مائده المفاوضات، خلينا نلجا للحوارات، خلينا نلجا لاي امور اخرى الا الارهاب والا العنف والا التخريب. ده ضد ربنا. ما حدش يقول لي انا بعبد ربنا ويكون اسلوبه ارهاب وقتل وسفك دماء. تماما، لان ده يبقى تناقض في الفكر والفلسفه والحديث. النقطة الأخيرة بخصوص استجابة الصلاة، الكتاب المقدس والوحي الإلهي اللي أعطى لنا الكلمة المقدسة أعطانا مفاتيح وأعطانا معوقات، فنحن حينما نصلي نثق ونعرف أن الله يسمع وبيتقبل مننا الصلوات. فبيقول مرة الوحي أخالق الأذن ألا يسمع؟ يعني مش معقولة. وقال السيد المسيح له المجد: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ففي المسيحية توجد هناك شروط لاستجابات الصلاة، لكننا لسنا ندري ولا نعرف توقيتات الله في هذا. نحن لا نعرف توقيت الله، لكن نعرف أن الله يسمع الصلاة، ونعرف أيضا متى لا يسمع الله الصلاة. تكثرون الصلوات والله لا يسمع لأنكم حاطين إثم وخبث ومكر ودهاء والقلب مليء بالخطية، فعندها لا يسمع الله لصلاة النفس المليئة بالشر والنجاسة والخبث وعدم اتباع الله. يعني حتى يعني هذا الكلام مظبوط حتى مع المنطق الإنساني مش بس مع كلمة الله. فإن حفظت في قلبي خطية معينة الله لا يستمع إلى صلاتي. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس. عشان كده يمكن الأخ اللي كان بيعلق قال إنه ذهل إزاي إن الشيخ بيقول لك أنا مش عرفني ربنا سمع الصلاة ولا لا. لا، إحنا بنعرف
مش لاننا مليانين يعني بمعلومات إلهية سامية عن البشرية، لا، لان الله اعطانا المفاتيح واعطانا الطريق وحدد لنا ايضا اسباب عدم استجابة الصلاة بكل بساطة. اشكرك. وكمان موضوع الفرح في المسيحية، انا مبسوط ان الشيخ مروان يقول لك لا احنا لازم نسبح ربنا وازاي نفرح، لكن انا ما شفتش، ما هو زي ما بيقول هو دخل عدة كنائس سواء في مصر او هنا في اريزونا، يعني عنده معلومات عن ازاي العبادة المسيحية. انا كمان دخلت مساجد كتيرة وما شفتش اي تسبيح لله، وما احنا بنسمع الصلاة حتى انا ما اعرفش الا لو كان هناك الشيخ مروان بيتكلم على ان التسبيح ده بيتبع في حلقات خاصة، لكن حسب المرأة والمسمع لكل انسان فينا سواء كان مسيحي او مسلم او اي مشاهد عادي، احنا بنشوفش في المسجد الا الناس بتركع وبتسجد وبتصلي لله. لكن ده انا بشوف العكس تماما. يعني حتى بيقولي في ختام الصلاة، انا مش عايز ان انا يعني ازعله مني واقول ان في اخر ختام الصلاة الدعاء اللي بيقال كله مؤلم للغاية، يعني فكرة يتم أطفالهم، رمل زوجاتهم، الحاجات اللي بتتقال دي ومرات كتيرة. النهاردة أنا سمعتها قبل ما أجي على طول في مصر في ميدان التحرير، وهو حتى الراجل بيدعي على الإخوان المسلمين، هو مسلم بيدعي على الإخوان المسلمين مش بيدعي علينا، لكن بيقول نفس الكلام. دي حاجة مؤلمة، أن دي دايما ختام الصلوات اللي أنا بستمع إليها مفيش فرح بالرب ومفيش تسبيح للرب ومفيش أي حاجة بتقدم أثناء العبادة الإسلامية فيها سرور وفرح. هو بيقول إن هو بيرتاح لما بيخش، ده كويس، الارتياح القلبي ده شيء جميل، لكن هل في تسبيح لله بيقدم في العبادة الإسلامية؟ خلينا ناخد مكالمة من الأخ يوسف من إلينوي. تفضل أخ يوسف، متأسف إن أنا أطلت عليك، معلش. مرحبا الشيخ صموئيل. مرحب بك يا أخي. مرحبا قس نبيل. اهلا بك. اهلا بك. بالنسبه للمسيحيه والفرح بالمسيحيه الشيخ صموئيل، انه عندنا فرح جسدي وعندنا فرح روحي. نعم. وذلك يقول صاحب كتاب المزامير وصاحب القيثارة ذات عشرة أوتار في مزمور 123، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. نعم. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، فهنالك فرح روحي. أما بالنسبة إلى المسيحية فأوجز كلمتي، إن كلمة الإنجيل باللغة اليونانية تعني بشارة أو أبشر إنسان بكلمة مفرحة. وكذلك فإن العهد الجديد استعمل كلمة الفرح مرات عديدة، أذكر قسما منها وأين وردت في متى 25:1، لوقا 15:17-20، يوحنا 15:11-17-13، كذلك كورنثوس بطرس الأولى وروميا. أما في فيلبي 4:4 فيقول الوحي الإلهي افرحوا في الرب كل حين ثم أقول لكم أيضا افرحوا. يعني في أمر بالفرح كمان، يعني أمر بالفرح مش بس كده تفرح، لكن ربنا بيقول لك افرح، يعني ده أمر ليك أن أنت كمؤمن تفرح بربنا. نعم. أما في كورنثوس الأولى فيقول الوحي الإلهي أما الآن فليثبت فيكم الإيمان الرجاء المحبة، ولكن أعظمهم المحبة. المحبة تجعل البائس فرحان، المحبة تجعلك تنجذب نحو الفرح. والشيء الذي يجعل الإنسان يتعجب، فنرى المسيحيين يوم الأحد عند ذهابهم إلى الكنيسة فرحين جدا، وكذلك ترى حينما يسبحون في الكنيسة ويقرؤون المزامير تشعر بفرح لا يمكن لإنسان أن يوصفه لأنه فوق الوصف. وحينما ينتهون من صلاتهم وفي العودة إلى بيوتهم تراهم فرحين أيضا. أما بالنسبة إلى القرآن فقد قرأت ما يلي، ليس هنالك كلمة فرح أو افرحوا، ولكن جاء في سورتي الإنعام 151 والإسراء 17 و37، تقول لا تمشي في الأرض مرحا. لا يفسر لنا القرآن لماذا. أما الأعجب من هذا فإن القرآن يساوي بين الفرحين والمفسدين كما ورد ذلك في الآيتين القرآنيتين التاليتين الواردتين في سورة القصص 76-77. في سورة القصص 76 يقول القرآن لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والآية 77 مباشرة يقول لا تبغي في الأرض فسادا إن الله لا يحب المفسدين، أي أن الله المسلم لا يحب الفرحين ولا يحب المفسدين.
أما يوم الجمعة فإن خطبة الجمعة تتحول من خطبة دينية إلى خطبة سياسية انتقامية كما حدث ويحدث في مصر. وفي انتهاء خطبة الجمعة نرى بالمسلمين الهجوم على الكنائس والهجوم على بيوت المسيحيين ويقوم بعمليات السلب والنهب وحرق البيوت كي يظهر ربهم عنهم، لأنهم ليسوا بفرحين، إنما هم في حالة بؤس، في حالة عصبية وانتقام من هؤلاء الجالسون في البيوت. وفي أحد أيام الجمعة كنت أسمع خطبة الجمعة لأن بيتنا كان قريبا من الجامع، فسمعت خطيب الجمعة بدلا من أن يشرح القرآن ويؤكد على كلمات الله كان يقول: لعن الله حافظ الأسد الذي قتل شباب المسلمين، لعن الله معمر القذافي الشيوعي القذر. وبدأت المسبات واللعنات تصب وتنهار على زعماء العرب الغير المرغوب فيهم، ثم ينهي كلامه: اللهم احفظ رئيسنا صدام حسين الرجل المسلم الذي حافظ على المسلمين وشعائره. هنسمع من الشيخ مروان تعليق على كلام حضرتك اخ يوسف. انا بشكرك جدا من اجل اللي قلته، وانا هسيب الشيخ مروان يعلق على الكلام بتاعك. شكرا جزيلا اخ يوسف. ناخد الاخ ابراهيم من كاليفورنيا، اتفضل. اخ ابراهيم مساء الخير على الشيخ. مساء النور، اهلا بيك. مساء الخير على الاسيس، اهلا بيك. احنا بنكون سعداء جدا لما بنشوف حضرتك، يعني احنا معجبين بيك وبنحبك جدا يا حضرتك. اشكرك حبيبي. الموضوع بتاع النهارده جميل جدا بصراحه وحلو خالص، ويعني شيء يسع يعني تعزير كل الناس يعني. امين. وده شيء بنحسه كلنا ونعرفه كلنا، فرح الروح الداخلي المعبر لما بنحس ان احنا يعني بنحاول الاتصال بربنا يعني. نعم. انا بنتهز بس فرصه وجود الشيخ مروان وبستاذنه، هو راجل احنا نحبه ونحترمه كتير خالص يعني، راجل حقاني وكده. انا بس هما ظاهرتين قدامنا شيخ مروان، وبكل قلب كده وكل صدق يعني المفروض نواجههم قبل ما بلادنا تتدمر وبلاد الناس تتدمر وكده. يعني على سبيل المثال مثلا الناس لما بتروح تصلي بيطلعوا مصطلح حضرة الشيخ مروان ويروحوا يدبحوا ويقتلوا ويضربوا، ايه اللغز اللي في الحته دي؟ انا مش قادر افهمه خالص. سيبك ما علينا من مثلا قرضاوي بيحرض على قتل النظام على اساس ان هم جماعه شيعه، مع ان ما حدش شاف منهم حاجه وحشه ابدا اطلاقا، والله جماعه شيعه ابدا ابدا يعني، الناس عايشه في سلام ووئام معاهم ما فيش اي حاجه. ونيجي نلاقي ناس بتقتل وبتذبح بطريقه لا انسانيه، ده مش مفروض يخلينا نفكر ايه اللي زرع في قلب الناس دي الحاجات دي لدرجة ان هو حولهم الى هذه البشاعة من الاجرام؟ ان انسان يقتل اخوه، مش مهم اخوه ده اخوه في الانسانية، مين هو شيعي سني؟ ده حرام حرام، مفروض نعدل ونشوف الناس دي ما اتخلقتش في يوم وليلة، ده في تاريخ طويل قوي زرع فيهم هذا الفكر اللي هو مش بيخلق الفرح، ده بيخلق الغم والهم والحزن لجميع البشرية. شيء مؤلم للغاية شيخ مروان. احنا دي مش ظاهرة جديرة بالتأمل يا شيخ مروان، نعرف اسبابها ونواجهها ونشوف ايه الافكار اللي مالت دماغ الناس دي وننتزعها منهم، نعدل المناهج نعدل الفكر. يعني انا عارف ان حضرتك يعني لابد انك تتفق معايا في هذا الكلام، بحيث ان نخلق شخص فيه شيء من الانسانية اللي ربنا زرعها جواه، شخص بانسانيته حتى بغض النظر عن اي كتاب يقدر يلمس ربنا بانسانيته، انسانيه المتفق عليها كل اللي هو يعني في علاقتنا العامه مع بعض، ده حرام ده غلط ده ما يصحش ده غير لائق، دول فقدوا كله. والدراما الكبيره قوي ان الراجل الظواهري امبارح انا اتعجبت لما بيقول في حرب بين داعش وبين النصر، يقول لك تدمي قلوبنا. هو انت عندك قلب يا حضرة الشيخ الظواهري؟ اي قلب انت عندك عشان بتقول يقتلوا؟ طب بيقتلوا بقية الناس، ما عندكش قلب في الحالة دي. وللأسف ان هو دكتور ما عرفش الا لحد دماغه وصلوا الى هذه الحالة الاجرامية. احب اسمع تعليقك يا شيخ مروان. شكرا اخ ابراهيم، معك سؤال مهم جدا معك حق فيه، واكيد الشيخ مروان هيجاوب حضرتك. بس ناخد مكالمة اخيرة من ابن الرب في تينيسي، تفضل. ازيك شخص امي؟ اهلا بحضرتك، تفضل. سلام على بيت حضرتك. انا اقول حاجات بسرعه، خلينا اقولها كلها بس هاخد وقت كتير. ماشي، اتفضل. اول حاجه حضرتك كنت بتقول اباط مصر ما رفعوا السلاح وفي مواجهه الهجوم عليهم. نعم.
تفسير المسلمين ان الاقباط ما يقدروش يعملوا حاجه لانهم هم بيقبضوا عن هذا، وده شيء معروف هم عارفين كده كويس، وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. يعني حضرتك ترد عليها براحتك يعني. ثاني حاجه، لما يهود عصر المسيح قالوا انه قال المسيح بدع للزبون يخرج الشياطين. كمان موضوع اخراج الشياطين في مصر على يد المسيحيين ينظر اليها لان احنا اصحاب الشياطين. او احنا من مملكه الشياطين. بعض المسلمين ينظرون الى هذا، وانا سمعتهم وسمعت تفسيرهم وسمعته من احد المحتاجين لهذا الامر. ثالث حاجة بتشكل في حضرتك الخلط في أذهان المسلمين بين الحضارة الغربية والمسيحية. واضح جدا. رابع حاجة، هناك قول مأثور عندهم عند إخواننا المسلمين أن الموسيقى بمناسبة الفرح اللي بيبقى في الكنيسة، يعني كنت حضرتك بتسأل للشيخ، أن الموسيقى هي مزمار الشيطان. اسأل بيتك عن هذا الأمر هيقول لك عليه. حاجة ثانية، الحروب الصليبية يتم استخدامها كذريعة للحرب ضد المسيحيين، والتدليل على أن المسيحيين يشجعوا على الحرب. الحروب الصليبية كانت مشكلة قدام البعض في أنه ياخذ رأي أنه لازم نحارب ولازم نعمل ولازم نسوي. أشكرك، شكرا جزيلا أخ ابن الرب في تينيسي. هنترك فرصة للشيخ مروان يقدم تعليقاته على كل المداخلات. تفضل فضيلة الشيخ. في البداية أنا بتفق مع القسيس نبيل في النقطة الأولانية اللي ذكرها، وهي مسألة القتل أو الاغتيال السياسي. أنا حسيت أن أنا هتفهم غلط. فضل. وخفت من أن أنا هتفهم غلط من النقطة دي. أنا كنت بقول أن لو كان في جماعة عايزة تعمل اغتيال سياسي وده مرفوض اصلا، تبريرهم ان لو اتقتل ناس عرضا يلا معلش دول يعني ايه الغايه تبرر الوسيله. يعني انا بتكلم بعقليتهم هم بيفكروا ازاي، لكن انا لا يمكن اقبل باي نوع من الاغتيال السياسي. انا بقبل بالمحاكمه، واذا كان الشخص مدان يدان، وفي عداله اذا كان العداله عايزه تقتص منه. لكن انا متفق تماما ان لا يجوز باي حال من الاحوال قتل النفس بمزاج جماعة وبمزاج تفكير معين، ان والله ده اهدرنا دمه او خلاص ده اصبح محكوم عليه بالموت. اتفقنا على ديت لان انا يمكن ما وضحتهاش واتفهمت غلط كان انا. شكرا يعني لك. شكرا للتوضيح. لا لا، بس شكرا كمان التوضيح. بس كمان عندي سؤال يا شيخ مروان، ازاي نساعد المتطرفين اسلاميا يفهموا الكلام الرائع بتاع حضرتك؟ نعمل ايه؟ طيب والله نعمل ايه؟ يعني للأسف في عندهم موجهين ومرشدين طبعا، يعني الظواهري والقرداوي بيشجعوا على هذه الاتجاهات. اديني بس فرصة أقول. لما أقول مرشدين مش معنى ذلك أن مرشد جماعة إسلامية. لغاية النهاردة أنا ما أقدرش أجزم بالخلفية، لكن نفترض أن الخلفية خلفية إسلامية متطرفة أو إخوان، ويعني يمكن بستبعدها شوية مسألة الإخوان ديت، لأن الإخوان ده تنظيم يعني سياسي عمره 80 سنة. طب يا شيخ مروان، إيه اللي حصل إيه اللي حصل في مصر بعد يعني عزل الرئيس مرسي؟ ما أنت حضرتك شايف السنة كاملة كلها مواجهات عسكرية وكر وفر وضرب وقتل. ما دي جماعة الإخوان، لو جماعة الإخوان قدمت صورة غير كده كنا نشهد بيها. طيب ما علينا من الإخوان، لأن أنا مش من الإخوان. أنا عايز بس أرد عشان الوقت ضيق. عايز أرد على المتصلين. اتفضل. الفرح من حق الإنسان إنه يفرح، ولما في القرآن، ما هي دي مشكلة في عدم فهم الألفاظ القرآنية، ولا تمشي في الأرض فرحا أو مرحا في أماكن، معنى ذلك لا تمشي بغرور وخيلاء وكبرياء، مش الفرح السعادة. ويعني ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والفرح من حق الإنسان أنه يفرح. القرآن مش ضد الفرح، ولكن ضد الكبرياء والخيلاء والتعالي على الناس. إذن دي انتهينا منها. النقطة اللي بعد كده اللي هي المهمة جدا واللي بتذكر دائما، وهي أنا أقول لحضرتك التسبيح، يعني وأقسمك على ذلك، ده تسبيحي أنا شخصيا وتسبيح كثير من الناس بعد الصلاة، بعد كل صلاة بقول الآتي، وإذا كان عندك اعتراض عليه قول لي. أنا بقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات. بعدين بقول اللهم إنك أنت السلام
ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وبعدين برجع أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. هو ده دعائي، ده تسبيحي، وبسبح 33 وبحمد 33 وأكبر 33 وبزيد عليها واحد عشان يبقوا 100. ما فيش أي دعاء لحد، ولا يجوز الدعاء بالموت والقتل والتيتيم والتنكير، هذا كله ما وارد، ودي شرور إحنا بندعو للتخلص منها. أنا مرة حدثت من 5 سنوات في فينيكس في أحد المساجد أن شاب كده بيدعو بيقول اللهم يتم مش عارف إيه، اضطريت أن أنا أقف وسط المسجد وأنا ليه الحق ده شرعا، وأوقفه عند هذا الكلام وأقول له ما ترددش، اللي بتسمعه من بعض الموتورين بالدعاء بالتيتيم والقتل والتشريد، لأن ده مش من صفتنا ولا من ديننا ولا من أخلاقنا. ولا وبعدين عايز نقول نقطة مهمة جدا بقى، هي دي الأساس، إن مسألة إن بعد الجامع بيخرجوا يقتلوا وينهبوا ويسرقوا، يعني ما في مئات الألوف من الجوامع في مصر على سبيل المثال في كل حارة وفي كل كورنر، وأنتوا بتشتكوا من الحكاية دي، بتقولوا في كل زاوية أكثر من بيعين البقالة في جوامع. طيب هل في كل جامع بيخرج بعد كل صلاة يعملوا كده؟ دي حالات نادرة بتحدث، والحكومة بتتدخل وأهل العقل والناس بتتدخل، والمسلمين في الصعيد مرة عملوا كردون حوالين كنيسة عشان يحموها من الموتورين. الموتورين ده بيحصل وحالات نادرة، ويوم من الأيام نأمل أن نخلص من هذا الأمر. يعني تحصل يعني مش نادرة، النهاردة بقت حالات كثيرة، ودي مؤسفة يا شيخ مروان، وأنا مبسوط أن حضرتك بتشجبها أو بترفضها، لكن ده اللي بيحصل. وإحنا بنربط الظاهرة أن الناس بعد الصلاة مفروض يخرجوا فرحانين أو يخرجوا متشجعين أو يخرجوا في سلام داخلي زي ما حضرتك تفضلت وبتقول، لكن الواقع اللي إحنا بنشوفه أن بعد ما يخرجوا من الصلاة يوم الجمعة بيخرجوا لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. بغض النظر عن الموضوع ده، الأخ المتصل من تينيسي قال أن الموسيقى حرام في الفهم الإسلامي، وبالتالي يصعب أنك تلاقي في المساجد فرصة لأن الناس تسبح بآلات موسيقية. إيه تعليق حضرتك؟ التسبيح مش مشروط بآلات موسيقية، التسبيح كلام الإنسان بيعظم فيه ربنا وبيسبحه وبيقدسه، لأن هو سبوح وقدوس، مش لازم أسبحه وأنا بعزف إطلاقا. أنا يعني الحكاية ديت أنا يعني ما مش شايف لها مبرر حتى، يعني مش عارف ليه الكنيسة لازم أسبح مع آلة موسيقية مع أورج أو أي شيء. أنا أسبح والناس بتسبح، أنا شفت مسيحيين بدخل بيوتهم وباكل على طربيزتهم قبل الأكل بيسبحوا وبيدعوا على أمام الأكل وبيشكروا ربنا، لا في موسيقى ولا حاجة. ثاني حاجة، الأصل في الموسيقى فيها 8 آراء، أنا مش هنتكلم فيها لمسألة فقهية، فيها 8 آراء. الرأي الأول الإباحة المطلقة، والرأي رقم 8 التحريم المطلق، وبينهم درجات كثيرة، من ضمنها أن الموسيقى اللي ما فيهاش خلاعة ما فيهاش مشكلة، الموسيقى اللي ما فيهاش دعوة للمجون ما فيهاش مشكلة، الموسيقى عبارة عن أصوات، ممكن الشجر يعزف موسيقى، العصافير بتعزف موسيقى، خرير المية بيعمل نوع من الموسيقى، أنت ممكن مثلا بشكل أو بآخر بإيدك بتنقر على خشب بتعمل موسيقى، والموسيقى دي أصوات موجودة في الطبيعة. نعم. يعني ما فيش ما يحرم هذا في رأيي وفي رأي معظم علماء المسلمين، لكن مش ضرورة أن أنا أجيب آلة موسيقية في المسجد عشان أسبح. لا مش ضرورة، لكن على الأقل ده اللي احنا بنستخدمه، احنا بنقول احنا عايزين نفسنا من خلال هذا البرنامج ناس كتيرة تفرح بربنا، تبقى العبادة هي عبادة فرح، فيخرجوا من أماكن العبادة فرحين. أسيس، ليه بنستخدم آلات موسيقية في الكنيسة؟ هو طبعا أنا بتفق مع الشيخ مروان أن مش شرط يبقى فيه تسبيح دايما بالموسيقى، لكن لو فيه موسيقى موجودة، سفر المزامير الحقيقة مليان بالتشجيع وبالتسبيح اللي بالتصفيق وبالصوت العالي وبجميع الآلات والأوتار التي وجدت في أيام النبي داود وفي ذلك الوقت. مزمور 150 مليان سبحوا الرب بصوت الصور، برباب، بعود، بأوتار، بمزمار، فمحلل ويعني شيء جميل،
لكن طبعا أنا يعني أول مرة بسمع وجهة نظر فضيلة الشيخ أنه السؤال صح مش بالضرورة، لكن هل لو وجدت آلة موسيقية في مسجد أو في أي مكان آخر هل يجوز استخدامها أم لا دال هذا محرما؟ بتسأل؟ اتفضل. الحقيقة لم يرد إطلاقا دخول آلة موسيقية غير الدف في داخل المسجد، لكن ما ده مش معنى ذلك انه ممكن يكون في آلة موسيقية في بيت واحد مسلم وممكن يكون شيخ. المسألة مش كده، المسألة ان احنا بنتكلم على طبيعة نمط التسبيح. انا مثلا ممكن ادخل الكنيسة واسمعهم بيسبحوا بالطريقة اللي تعجبهم، كريالوسون هللويا زي ما هو عايز، انا كمان بسبح في مسجدي بالطريقة اللي انا عايزها بالتسبيح جماعي او تسبيح مفرد، وكتير بنعملها دي في رمضان تسبيح جماعي. واحيانا في اناشيد مدائح لله وللنبي، مدائح فيها دف وفيها ايقاع لكن بدون وجود الآلة الموسيقية، لأن لم يرد. يعني هتبقى هدخلنا في مسألة فقهية إن ما وردش إطلاقا منذ أول يوم في الإسلام إن يكون في آلة موسيقية داخل المسجد، رغم إن يعني فكرة الموسيقى بحد ذاتها زي ما أنا قلت فيها خلاف رأي كبير، ومعظم العلماء بعدم تحريمها ما لم تكن فيها مجون وخلاعة، لكن مش جوه المسجد. يعني مش بالضرورة، يعني تقدر تدخل آلة موسيقية جوه مستشفى، طبيعة المستشفى لا تسمح وطبيعة المسجد هو كده. دي نمط التسبيح بتاع المساجد بدون ما آلة موسيقية. شكرا جزيلا على التوضيح. أسيس نفسي أسألك إزاي نقدر نسبح ونفرح في وسط التجارب والأحزان، زي ما بيقول في رسالة يعقوب، ونفسي لو المخرج يساعدنا نشوف الآية دي في يعقوب 1:2، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. إيه تفسير حضرتك وفهمك لهذه الآية الكتابية اللي بتشجع المؤمنين إن هم يتقبلوا الظروف الصعبة والأحزان والضيقات والمشاكل وفقدان الأهل أو أي إنسان فقدناه بالموت؟ يعني إزاي نسبح ونفرح رغم هذه التحديات الصعبة اللي صعب أي إنسان في وقته يفرح، لكن الكتاب بيعلمنا افرحوا في هذا الوقت يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. بس هو ده اللي أنا فتحت الكتاب عشان أقولك الآية هتجاوب على نفسها بنفسها. الأول قال احسبوه كل فرح، يعني طريقة التفكير فيما يحدث من أزمات لابد أن تكون طبقا لقصد الله. فالله مرات كثيرة بيسمح للإنسان أن يدخل في أزمات أو يدخل في تجارب معينة، وهذه التجارب الله له قصد منها ليخرج الإنسان كما يدخل الذهب إلى النار فيتصفى ويتنقى ويصير الإنسان في حالة أفضل. دي من ناحية. من ناحية تانية مرات كتيرة زي ما أشرنا قبل كده والشيخ صمويل أشار أن لنا عدو في هذا العالم وهو إبليس وملائكته، أو ما نسميه بمملكة الظلمة. ومملكة الظلمة الهدف الأول والأخير منها هي أنها تقتل وتذبح وتهلك، أنها تأتي لإبعاد الإنسان وإفساد علاقته بالله. فعلينا أن نفهم أن هناك أمور مرات كثيرة الله بيسمح بهذه الأمور لكي يمتحن إيماننا، ولكي يربي في داخلنا وينشئ فينا الصبر في تجاه المواقف الصعبة، وأيضا لكي تكون طريقة تفكيرنا حسبة إلهية بأن ما يحدث ليس بالضرورة للشر لكن للخير. الشيء الثاني أن علينا أن مرات كتير الحقيقة بنحط كل اللي بيحصل يعني ربنا يسامحنا على الله نفسه، والله سبحانه بيكون مرات كتيرة بريء من هذه الاتهامات، يقولك ربنا جاب كده، ربنا عايز كده. هو مش كل حاجة ربنا بيجيبها ومش كل حاجة ربنا عايزها، لأن لنا عدو في هذا العالم رئيس مملكة الظلمة. فعلينا أننا نأخذ فكر الله ونتحلى بقيادة الروح القدس، فندرك هل اللي حصل ده نتيجة تصرف خاطئ مني، دخلت نفسي في مشكلة، عملت تصرف خاطئ قادني إلى هذه التجربة أيا كانت، هل مصدر ما يحدث لي هو عدو الخير الشيطان إبليس وجنوده،
أم هل الله قد سمح بهذا الأمر لأنه أراد أن ينقي الإنسان ويعلمه الصبر والانتظار في هذه الحياة؟ أنا كمان بشوف فيها نوع من التسليم الكامل لكل ما يحدث في حياتي، لأن الله مهيمن ومسيطر. وبعض الناس لما بتفقد بعض زويها بيستمروا في حالة الفرح الداخلي زي ما حضرتك تفضلت في البداية وقلت الفرح مش مظهر خارجي، لكن نتيجة التسليم الكامل لمشيئة الله الصالحة والمرضية والكاملة الإنسان بيستمر في داخله، ما يسمحش أن الحزن يملأ قلبه، بل بالعكس يملأ قلبه بالفرح، فبالتالي يقدر يقبل ما يحدث بفرح وبشكر. الحقيقة كنت في ظرف صعب مع أحد الناس اللي بيحضروا في الكنيسة، زوجها توفى من مدة بسيطة أو صغيرة في حادث سيارة، وكانت فجأة وخطفة. هذه الأخت الأرملة اللي بتحب ربنا من قلبها قالت لي أنا ربنا معزي ومطيب قلبي. هو الفرح زي ما قلت، عشان كده الفرح مش بس ان انا داخلية احط ابتسامة كبيرة على وشي، لا، ده رضا داخلي. فهذا العزاء هو يد الله، واحسبوه فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، والصبر لتزكية ورجاء، والرجاء لا يخزى لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. واحنا عارفين ان احنا مش عايشين من اجل هذه الارض، لكن لنا رجاء، وهذا الرجاء يطلق الفرح في النفس اللي تعرفت بالله المعرفة الحقيقية وتعيش له يوما بعد يوم. وده فكرني بنفس المشهد عندنا في الكنيسة، ان لما الأخ فليب راح السماء ابنه وبنته واقفين في فريق الترنيم يسبحوا الله، صحيح، لم يستسلموا لحالة الحزن، مظبوط، لكن قالوا التعبير اللي قاله أيوب في سفر أيوب، إن الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. ودي الاختبار الحقيقي، إن الفرح حالة داخلية نتيجة تسليم كامل لله. لكن عندي أسئلة لبعض الآيات اللي قالها المسيح عن الفرح، خصوصا في متى 5:12. خلينا ناخد مكالمة من أخت ريتا بسرعة عشان الوقت، وارجع أسمع من حضرتك المسيح قال الكلام ده لينا إزاي. تفضلي يا أخت ريتا. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. تفضلي. مساء الخير الأسيس نبيل. مساء النور. أنا بشكرك أسيس أخي صموئيل على محبتك للمسلمين. مداخلتي طبعا أنا متأسفة تأخرت، بس ولكن عندما أرى هذا الإنسان الجميل اللي اسمه شيخ مروان، أنا متعاطفة، بحب أقول لك رسالة من على شاشة الكرمة، أنا متعاطفة جدا معك، وأرى أنك عندك قلب ملتهب بحب الله، وإنك إنسان على مستوى عالي من التهذب والعلم والرقي، والله يحب هؤلاء الناس من أمثالك، الله فرحان فيك. وحضرتك شيخ مروان بتعرف أنني كنت من خلفية مسلمة، وأبويا كان من الأخوان المسلمين، وكان عنده هذا القلب اللي ملتهب مثلك، محب جدا. ولكن هناك فرق بين المسلمين الطيبين اللي من أمثالك يا شيخ مروان ومن أمثال أهلي رائعين، وبين تعاليم القرآن وقوانين الإسلام وأوامر القرآن. التعاليم مؤلمة جدا. أنا أبويا من كان يروح للجامع يوم الجمعة ويأتي علينا بشكل ينهمر علينا بأمور، لأنه يعني مش رح أدخل بهاي المواضيع، ولكن قوانين الإسلام صعبة جدا. وبعدين أحب أقول لك شيء، السبب الأساسي اللي أنا تركت الإسلام ألم، طبعا ألم وصعوبة، مش واحد يقدر متربي بهذا الجو العائلي الجميل، ولكن ما فيش، خلاص ما فيش ما فيش. يعني كنا بنعمل أعمال، أنا كنت بسير مثلك، ولكن عندما ترى الله لي عرفت أنه أنا لا محال، أنا من الهالكين، أنا مش راح أتأخر. ولكن صلاتي إليك يا أخي العزيز شيخ مروان أنه يترى الله لك سريعا، وبعدين تفهم معنى الكلام اللي بقوله ليك، وشكرا لكم. شكرا أختي ريتا على اختبارك ورأيك. أسيس، يعني كلام صعب في متى 5،
11 و12 ولو ممكن المخرج يطلع علينا الآية حتى في عدد 12. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. يعني إزاي الإنسان يقابل التعيير والطرد والكلام الصعب ويفرح به؟ الحقيقة جاوب على السؤال ده الأخ اللي قال أنه شاف واحد من اللي كانوا في السجن وشافه بعد ما خرج من السجن، الأخ مجدي. الحقيقة ده عمل إلهي، الفرح والتهليل بالمكافأة الأبدية، هذا أمر يدفع النفس المؤمنة للفرح ولتسبيح الله وتعظيم الله والشكر المستمر، لأن إحنا مش رابطين كل ما يحدث في دنيتنا بمكافآت ومجازات أرضية، لكننا ننتظر أيضا إلى رجاء آخر، وننتظر إلى البيت الأبدي، وننتظر أن يوما سنترك هذه الأرض وما نحن إلا غرباء ونزلاء عليها. فمن يتحلى بهذا الفكر بحق يستمتع ويتأكد ويؤمن في قرارة نفسه وله الرضا الكامل وله القناعة الداخلية أننا لا نعيش لهذا البائد، لكننا ننتظر الحياة الباقية التي تكون في حضرة الله، وبالتالي إن كل ما أقدمه لله سيكون له أجرا. فطوبى لنا أي بركة خاصة ينالها الإنسان المضطهد والمطرود من أجل المسيح وليس من أجل تصرفاته اللي يعني ما تبقاش مرة كتيرة بذكاء، لا إحنا مش بنتكلم على دي، لكن بتكلم من أجل المسيح، ومش بتكلم من أجل من يموت من أجل قضية سياسية، لكن المطرودين من أجل البر. إذا طاردوكم وعيروكم من أجل اسمي كاذبين. الكتاب واضح جدا، الكتاب واضح، لأن مرات كتيرة إحنا حتى في هذه الآية بنخلط الأمور على بعضها. لكن أنا عارف الوقت أزف، نفسي في أتكلم على تعليق بسيط موجود برضو في إنجيل متى في مثل الزارع اللي الرب اتكلم عليه له المجد في متى 13، وبيتكلم في ان في اربع انواع من التربه. قال ان في نوع اترمت الكلمه عليه او البذره عليه ونوع والنوع ده طلع شوك وخنقه، واتكلم على نوع تاني قال مزروع على الطريق. اسمع حته المزروع على الطريق دي، قال كل من يسمع كلمه الملكوت، ده في عدد 19 من متى 13، ولا يفهم. دي مهمة جدا، كنا بنتكلم على ان كان في 13 واحد ايام نحامية افهموا الشعب. ولا يفهم، يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الاماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح. يعني يسمع الكلمة يقبلها بسرعة بفرح. وفي آخر العدد يقول لكن من أجل ضيق أو اضطهاد فحالا يعثر، حالا يقبل وحالا يعثر. الله لا يبحث عن هذه النوعية، لكنه يبحث عن النوعية التي تقبل الكلمة وتغرزها وتعيش بها. ونكرر الكلمات التي قالها النبي، وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. أن فرح السماء من أجل نفس واحدة تائها تعود إلى الرب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة، هو أمر عظيم يحرضنا الرب أننا نسعى فيه على الدوام. أسيس نبيل شكرا جزيلا لحضرتك. فضيلة الشيخ مروان شكرا لتواصلك معنا ولكل السادة المشاهدين والمشاركين. المسيح بيقول في لوقا 10:20 افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في سفر الحياة. ده مصدر فرح كبير أنك أنت ضامن مستقبلك لو أنت بتؤمن حقيقة بالمسيح. ربنا معاكم يملى حياتكم بالفرح ونعيش فرح حقيقي من خلال علاقتنا المستمرة مع ربنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.